كانوا هزاك اللي هي عاملين ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله يا رب دايما باذن الله. انا كله ماشي الحمد لله. الحمد لله باذن الله كله خير. اشكركم جدا واستاذنكم نبدا فقرتنا. اهلا وسهلا بيكم. النهارده اظن في خبرين مهمين جدا. الخبر الاول المتعلق بتوجيهات فخامه الرئيس للمجموعه الاقتصاديه باستثناء مستلزمات الانتاج والمواد الاوليه او المواد الخام. مهمه جدا 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 جدا، لانه ده من شانه فعلا تعزيز العمليه الصناعيه والعمليه الانتاجيه اللي موجوده او اللي احنا اوجدناها في مصر خلال السنين اللي فاتوا، واللي هي بالاساس القاطره الحقيقيه للخروج من هذه الازمه الاقتصاديه العالميه بالنسبه لنا. ده على سبيل المثال للحصر. وزي ما حضراتكم عارفين فخامه الرئيس وجه باستثناء تحديدا مستلزمات الانتاج والمواد الخام من الاجراءات اللي تم تطبيقها مؤخرا على عمليه الاستيراد، وانه نعود الى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل ودمتم. طيب تعالى نشوف الخبر التاني اللي برضو مهم جدا، واللي هو بالنسبة لواحد زي حالاتي بيبقى كده عامل زي مقطوعة الموسيقى. احنا عارفين انه في افطار الاسرة المصرية، فانه فخامة الرئيس ده لما كنا في رمضان في الاسبوع الاخير من رمضان فخامة الرئيس اطلق مسألة حوار وطني مع القوى السياسية، ووجه بأنه الأكاديمية الوطنية تبدأ تتبنى هذا الموضوع وتشتغل عليه. كذلك وجه بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية. رائع. اللي حصل أنه بالفعل الأكاديمية الوطنية بدأت تشتغل على مسألة الحوار الوطني، ووجهت الدعوة بشكل واضح وصريح إلى المعارضة المصرية. وبالفعل هتلاقي انه على سبيل المثال اعضاء لجنه العفو او لجنه العفو بمجملها ترحب بدعوه الاكاديميه الوطنيه للتدريب الى الحوار الوطني، وبتثمن ما تضمنه بيان الدعوه من اعلان ادارتها للحوار الوطني بكل تجرد وحياديه تامه دون التدخل في المضمون او المحتوى، وافساح المجال امام حوار وطني جاد وفعال بيجمع كل القوى والفئات دون استبعاد أو إقصاء. هنا بقى تعالى نتكلم حبة. كل القوى والفئات دون استبعاد أو إقصاء. فهمت من كده إيه؟ تفهم إنه الكل يقف على أرضية واحدة، ألا وهي أرضية الوطن، ألا وهي المصلحة العليا للوطن، ونتكلم ونتناقش ونتفق ونختلف دون خلاف. فإنه الخلاف في الرأي لا يفسد للحوار الوطني قضية، لا يفسد للسياسة قضية، بل بالعكس بتزدهر السياسة وتثمر السياسة دائما من مثل هذه الحوارات المفتوحة. لازم نبقى كلنا فاهمين. ده أنا امبارح كنت بقول النصيحة اللي أقدر دايما أقدمها لأصدقائنا ورفاقنا رفاق الدرب، زي ما كنت بقول دايما في مربع المعارضة المصرية، على المعارضة المصرية أن تستقبل ذلك بمنتهى الذكاء. الحقيقة كان هذا الذكاء واضحا في أنه الكل يرحب بهذا الحوار، الكل دون قيد أو شرط، محدش حط أي شروط مسبقة، وده كان رائع جدا بالمناسبة. لكن تاني الكل يقف على أرضية المصلحة العليا للوطن. هنا مين المعزول؟ المعزول هو الإخوان. كده يقفون في عزلة، خلاص جزيرة في المحيط الهادي، تبقى ساعتها ملتقف للأعاصير والعواصف، ألف سلامة والقلب مش داعي لهم ولا حاجة. وده شيء مهم جدا، وعليه بإذن الله لما هيبدأ الحوار تاني أنا بجدد نفس النصيحة، ألا وهي علينا وإحنا بنتحاور نبقى منطقيين، نبقى أذكياء طول الوقت. والمعارضة المصرية ممتلئة عن بكرة أبيها بناس من رموز الفكر والعمل السياسي والمثقفين، واللي كلهم دون استثناء احنا متأكدين كلنا من ده، كلنا من أبناء هذا الوطن متأكدين أن هؤلاء الناس كلهم يقفون على نفس ذات الأرضية الوطنية تماما كما حدث في 30/6، تماما كما حدث في 3/7. خلونا أكلمكم أكتر على مسألة الإدارة بقى، إدارة الحوار من قبل الأكاديمية الوطنية للتدريب. والأكاديمية الوطنية الحقيقة من وقت تأسيسها في 2017 كانت دائما لها
ثمار يعني أنا بشوف أحيانا جزء من هذه الثمار الرائعة جدا لما بقابل بعض من زملائنا في مجلس النواب من اللي تخرجوا من الأكاديمية الوطنية للتدريب، فبتشوف قدامك عقليات شديدة الاستنارة، شديدة التنظيم، شديدة الفهم والمنطقة، ناس بتتعامل بمنتهى المنطق، وده واحد من المنتجات المهمة اللي خرجت من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وده اللي يخلي أنه أقدر أقول للمعارضة عليكم أن تثقوا ثقة تامة في أن إدارة الحوار هتتم بمنتهى الاحترافية. عاوزين نرجعكم تاني على المواد الخام والمستلزمات، تعالوا ارجعكم على الموضوع الاقتصادي عشان ده برضو بيبقى موضوع مهم جدا واظنه دايما يهم الناس. في ناس تيجي تقول يا عم يوسف احنا مش مشغولين قوي بموضوع السياسه، اجي اقول لك بالمناسبه هو السياسه في كل حاجه، عشان بس تبقى عارف السياسه في كل حاجه، لقمه عيشنا سياسه، بس دي حدوته ممكن نبقى نقعد ندردش فيها بعدين. لكن على مساله توجيهات الرئيس النهارده خلونا ناخد معانا على التليفون استاذه اسماء رفعت الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. كنت لسه بقول انه توجيهات وقرارات الرئيس النهارده في منتهى الاهميه لتنشيط الصناعه وعدم خلق مناخ بطيء في النمو الاقتصادي، الى اي مدى كلام المذيع صحيح؟ ولو غلط قولي غلط ما يهمكيش خالص. لا هو تمام طبعا، كلام حضرتك مظبوط، وده برضو بيصب في المصلحة العليا للدولة، سواء قرارات سياسية قرارات اقتصادية، هي كلها بتخدم هدف واحد. واحنا بالفعل بقالنا فترة طويلة من وقت الأزمات المتتالية اللي بيمر بيها الاقتصاد العالمي وبتنعكس أثرها على مصر، بنلاقي إن الدولة كل فترة بتطلع بمجموعة من القرارات بيكون هدفها إن هي بتيسر الأوضاع على المواطنين وبتحفز القطاعات الاقتصادية المختلفة علشان في النهاية نزود معدلات الدخل القومي بتاعتنا ونعين المواطنين على إن هي تواجه الأزمات اللي بتحصل وأثرها السلبية اللي بتنعكس علينا. والقرار اللي صدر النهارده هو الحقيقه يعني زي ناتج عن متابعه جيده لنتائج قرارات كانت صدرت قبل كده بموضوع الاعتمادات المستنديه يعني. فالقرار النهارده بصراحه يعني ان شاء الله هتكون اثاره كويسه لمجتمع الاعمال بشكل عام وللمستوردين وطبعا المواطنين بقى في النهايه، لان المواد الخام اللي بيتم استيرادها هي في النهايه بتدخل في المنتج النهائي، واحنا في الاخر اللي بنشتريها احنا المستهلك النهائي. فلما نيسر على المستوردين ونقلل التكلفة بالنسبة لهم ونقلل التكاليف اللي بيتحملوها، ده بينعكس في النهاية على الأسعار وبينعكس بعد كده على المواطن المصري. طيب في سؤال تاني، القرارات اللي صدرت النهاردة متعلقة كلها بس بمستلزمات الإنتاج والمواد الخام والأولية بالظبط صح كده؟ عشان برضو حتى لا يذهب الظن عند البعض انه مساله كلام الرئيس حول الرجوع الى في هذه القرارات الى ما سبق يبقى بيشمل كل شيء. بالظبط. طيب المساله دي اظن كمان وصححيني، اظن هل من شانها انها تشجع اكتر على المزيد من الانتاج القابل للتصدير؟ انا هقول لحضرتك على حاجه، من حوالي اسبوعين كده في اثناء حفل افطار الاسره المصريه السيد الرئيس اصدر مجموعه من التوصيات، كان من ضمنها مجموعه توصيات اقتصاديه. أيوة. جه منها توطين الصناعه المصريه. حلو. طيب احنا دلوقتي عايزين ندعم الصناعه المصريه بتاعتنا، طب لو الصناعه المصريه عندنا بتعتمد على بعض مستلزمات الانتاج المستورده وفي قرار مثلا يعني بيعطل شويه او بيواجه المستوردين وهم بيستوردوا مستلزمات الانتاج دي، ازاي هنقدر ان احنا نشجع الصناعه المصريه او ان احنا نعمل توطين للصناعه المصريه؟ فهو القرارات كلها هي منظومة واحدة وهو هدف صحيح. واحد وكله بيصب في النهاية على يعني حاجة واحدة. فإحنا علشان نقدر ندعم الصناعة المصرية ونوفر الإنتاج للمواطنين ويتبقى فائض للتصدير، والفائض دوت يعني تكون قيمته المضافة عالية، يعني ما تبقاش مواد أولية، إحنا بالعكس بنستورد مواد أولية وبنعمل عليها قيمة مضافة وبنرجع إن إحنا يا إما نستهلكها يا إما نصدرها. فده طبعا قرار في النهايه هيصب في مصلحه النمو الاقتصادي والدخل القومي، لانه ده بيخفض من سعر بيخفض تكلفه الانتاج وبالتالي ياثر على سعر المنتج النهائي، ومن ثم اقدر ان انا اطرح حاجات في السوق المحلي وحاجات يبقى ليها سعر تنافسي وانا بصدرها. بالظبط كده، كل ما بنقلل التكاليف بينعكس ده على الاسعار، الاسعار بقى في النهايه سواء انت هتستهلكها في السوق المحلي بتاعك او هو هتصدرها كل ما كانت اقل، ده يبقى في مصلحه المستهلك النهائي. عظيم جدا، انا بشكرك جدا استاذه اسماء رفعت الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. نروح لفصل مش كده ولا ايه؟ طيب الاول في تقرير
هايل جدا من وزارة الداخلية. وزارة الداخلية بتواصل الاهتمام بمنظومة حقوق الإنسان في استراتيجيتها الأمنية بشكل عام. هتقول لي إزاي؟ أقول لك شوف التقرير هو خير شارح. تواصل وزارة الداخلية جهودها في مجال حماية ورعاية حقوق الإنسان التي تستهدف تطوير أساليب المعاملة العقابية بمراكز الإصلاح والتأهيل المصرية والاستجابة للحالات الإنسانية. وخلال شهرين تم الإفراج عن عدد 3708 نزيل تحت شرط وعفو رئاسي، نقل عدد 805 نزيل إلى مراكز إصلاح وتأهيل قريبة من مقار إقامة ذويهم، تنفيذ عدد 113,122 زيارة، إتاحة مكتبات مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع وتنمية المهارات الثقافية لدى النزلاء، حيث بلغ عدد الكتب المستعارة بمعرفتهم 19,212 كتاباً. مشاركة عدد 3188 نزيلاً في الهوايات المختلفة. وفي مجال الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء، إفاد قوافل طبية لعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل وتوقيع الكشف الطبي على 13,519 نزيلاً وصرف العلاج اللازم لهم. بلغ عدد الحالات التي تم عرضها على العيادات المختلفة بمراكز الإصلاح والتأهيل 26,934 حالة، وعرض 3,715 نزيلاً على مستشفيات خارجية، إجراء عدد 191 عملية جراحية بمستشفيات قطاع الحماية المجتمعية، عرض 110 نزيل على اللجان المختصة للنظر في مدى استحقاقهم للإفراج الصحي، استمرار تطعيم كافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل باللقاح المضاد لفيروس كورونا، اطلاع عدد 44 من الكوادر الأمنية من الدول الإفريقية بزيارة مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، وتفقدوا منشآت المركز المختلفة وأشادوا بما شاهدوها. كما اطلع وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة مراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون وبدر وجمصة، وتفقدوا منشآت المراكز والرعاية الطبية والأنشطة والخدمات المختلفة المقدمة للنزلاء، حيث أشادوا بتطوير المنظومة العقابية بالبلاد بما يعكس حرص الوزارة على النهوض بأوضاع حقوق الإنسان. كما تواصل وزارة الداخلية تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال شهرين اطلع قطاع الوثائق بإنهاء إجراءات 441 طلب استخراج وتحديث للأوراق الثبوتية لعدد من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة بأماكن بعيدة عن الزحام. قيام قطاع الأحوال المدنية بإفاد قوافل مجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم كافة الخدمات للمواطنين ب14 محافظة على مستوى الجمهورية، تم من خلالها إصدار 27,286 بطاقة رقم قومي و45,820 مصدرات مختلفة. إفاد وفد من الوزارة لعدد من دور رعاية الأيتام والمعاقين وعدد من المستشفيات بنطاق عدد من مديريات الأمن وتقديم المساعدات العينية للنزلاء المتواجدين بها، وتوقيع الكشف الطبي على 5169 نزيلاً وصرف العلاج اللازم لهم. أهلاً 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 أهلاً. الشهر العقاري في خدمتك. والله الشهر العقاري في خدمة المواطن. النهاردة أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير تضمن يعني إنفوجراف مهم جدا بيوضح لك الضمانات والمميزات والإجراءات
علشان تسجل الوحدة بتاعت حضرتك في الشهر العقاري طبقا للشكل الجديد لتقديم الخدمة والقانون الجديد. كل اللي أقدر أقوله لك هناك طفرة هتبسطك. تعالوا نشوفها مع بعض ونشوف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقدم لنا إيه أو بيشرح لنا إزاي. أدي أول صفحة، هم 6 صفحات، مش هطول عليك والله، قول طول. المرة دي أنا قاعد ليه ما بقاش فيا صحة أفضل واقف كتير بصراحة، ما أكذبش عليك يعني مش قاعد تناكة والله، ده أنا غلبان جدا. المهم، ضمانات ومميزات متعددة في قانون الشهر العقاري الجديد وطفرة في الخدمات المقدمة للمواطنين. طيب يجي المواطن هيسألني يقول لي أنا عايز التسهيلات، خش في المفيد. أقول لك طيب تعال نشوف التسهيلات. احنا اعتبارا من يوم السبت 7 مايو 2022 بدأ تطبيق القانون الجديد. طيب الحيازة أصبحت حالة واقعية معتمدة، ده ما كانش موجود زمان، فأصبحت طريقة جديدة للتسجيل. وكان زمان يجي يقولك أنا عايز توضح لي اشتراط كده تسلسل الملكية، العقار ده كان عند مين وقبله كان فين وقبله كان فين. فلا يا سيدي، الطريقة الجديدة للتسجيل هي الحيازة، الحالة الواقعية، عدم اشتراط لتسلسل الملكية. وبالمناسبة مش بالضرورة علشان تسجل تكون دفعت الضريبة العقارية. ضريبة التصرفات العقارية شيء، تصرفات عقارية تحديدا اللي هو لما فلان الفلاني مثلا بيروح باع الشقة بتاعته وعلان العلاني راح اشتراها، في الحالة دي في حاجة اسمها ضريبة التصرفات العقارية، بتبقى نسبة بتتحسب على سعر البيع. فقال لك والله سددتها ولا لسه مش موضوعي، عايز تسجل أهلا وسهلا. طيب يتوجه المواطن للشهر العقاري علشان بقى يسجل شقته، يسجل عقاره، يسجل الأرض اللي بيمتلكها في حالات إيه هي؟ عندك عقد ابتدائي ويكون مر على حيازتك لهذا العقار، هو شقة هو عقار هو أرض أو يعني أيا كان، 5 سنين، وتثبت ده بإيصال المرافق، مية كهرباء تليفون غاز أو العنوان اللي في البطاقة، ما أنت ممكن يبقى العنوان بتاعك في الرقم القومي على المكان ده 100 فل. طيب وضعت يدك على هذا العقار، مفيش عقد ابتدائي أهو، لكن مر على وضع اليد ده 15 سنة، بس بشرط تبقى 15 سنة مثبتة. مثبتة بإيه يا عم يوسف؟ مثبتة بالإيصالات بتاعة المرافق اللي أنا لسه قايلها لك، كهرباء، مية، غاز، تليفون، إلخ إلخ إلخ. طيب الإجراءات كانت زمان طويلة نوعيا، أصبحت الإجراءات كلها مختزلة مختصرة، هي في مرحلة واحدة في المأمورية المختصة. يعني بدل الـ3 مراحل بتوع زمان اللي هي مرحلة صلح شهر عقاري ويتم إشهار التصرف أو رفضه خلال المدة كلها على بعضها 37 يوم من تاريخ ورود الطلب. طب التسجيل هيبقى غالي؟ لا التسجيل مش هيبقى غالي، الحد الأقصى لرسوم التسجيل بتاع العقارات والشقق 3900 جنيه. ماشي الكلام؟ طيب بص بقى على ايه، على القانون بتاع مستندات التسجيل. البيانات الدالة على شخصية كل طرف، صفتك ايه، سلطتك على العقار ده. طيب يستثنى من ده اللي صادر بشأنهم احكام نهائية المطلوب شهرها، دي قصة تانية. طيب خريطة رسمية رقمية بيبين فيها بيانات واحداثيات العقار او الوحدة، محل التسجيل او اي مستند رسمي اخر فيه البيانات دي، سهلة. طيب السند القانوني اللي هو العقد اللي احنا قلنا، ممكن يبقى العقد الابتدائي مفيش مشكلة خالص، إيصالات المرافق. طب إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار، محل التسجيل إن وجدت. تعال نشوف اللي بعده، ده هنا بقى هتلاقي القانون واللائحة التنفيذية كله. أما أقولكش مركز الإعلامي عمل معانا شغل حلو جدا. طيب سمحت التعديلات بتاعت اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري بإمكانية تقديم طلب تسجيل العقارات والشقق في الشهر العقاري بشكل إلكتروني، بس ليها طريقة. طيب تعالى ناخدها واحدة واحدة. حضرتك مقدم الطلب، بتخش بتسجل البيانات والمستندات المرفقة بالطلب المبينة على النموذج اللي موجود في الابليكيشن، موجود في التطبيق الإلكتروني. وبعدين لما بتروح بعد كده بتقدم الأصول، يعني حضرتك بتملى كل حاجة ولما هتروح هتقدم الأصل. طيب بتعمل إقرار، حضرتك مقدم الطلب عشان عاوز تسجل، بتقول يا جماعة كل البيانات اللي أنا كاتبها دي سليمة، ماشي. طيب وموافقتك على كل الشروط والأحكام المتعلقة بمسألة التقديم في الموقع الإلكتروني، خلاص أوكي.
طيب عملنا بعد كده سيف حفظ، يظهر بقى التطبيق يروح عامل لك ايه رساله كده، يطلع لك رساله ويقول لك اصبح في عندك هذا الرقم اللي هو ايه، انت عارف رقم يقول لك وارد رقم صادر كلام من ده، فبيطلع لك الرقم بتاع الوارد والساعه والتاريخ اول ما بتعمل سيف. طبعا حضرتك لازم تحتفظ بالرقم ده، اعمله بقى سكرين شوت، يعني لازم يبقى معاك الرقم، لازم يعني لازم. ماشي، خلصنا بقى الحفظ وطلع لنا الرقم و100 فل و14. بيحصل ايه؟ بيحصل انه يتم ارسال الطلب والمرفقات، ودي ده اللي انت بقى مش شايفه، بيتم بعته فورا كده الكترونيا لسيدي الفاضل الموظف المختص في المأمورية، يبدا هو يفحص ويراجع الطلب كويس جدا. طيب فحص وراجع اللي هو الاستيفاء الشكلي، هو فحص كده وراجع وتمام التمام، واتضح للمأمورية مثلا وجود طلب سابق عليه، حد قبلك عمل طلب زي ده، بتحصل احيانا. طيب بنعمل ايه؟ يجي لك اختار على طول برساله على الموبايل بتاع حضرتك اللي انت مسجله، بيقول لك خد بالك في رقم تم تسجيله قبل الطلب بتاعك كويس، وعليه هيتم ارجاء القرار، هنأجل القرار لحد ما نعمل فحص نهائي في الطلب اللي قبلك، نتأكد نعرف مين فينا اللي ملخبط الدنيا، انا ولا الشخص اللي قبليه. ممكن يكون شخص قبليه ده مش قاصد، مش اقولك بقى فيها نيه وحشه، مش قاصد، اتلخبط في شيء، كتب رقم غلط، حط حاجه مش مظبوط، ايا كان. طيب بيقولك انا هبحث الطلب اللي قبلك الاول، اتاكد واشوف ايه اللي بيحصل. وخد بالك بقى من الحته دي، بيتم احتساب مده بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي، يعني كل ده برضه في اطار ال 37 يوم، يعني هي مش هتطول، مش عشان بنفحص طلب قبليك متعلق بنفس ذات العقار يبقى المدة طولت، لا 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 خالص، مفيش دوخين يا لمونة، هو احنا برضو في 37 يوم. طيب حفاظا على حقوق الملكية العقارية، نص القانون على ايه بقى؟ كل من قدم محررا عرفيا مزورا لا قدر الله طبعا بقصد شهر محرر او واقعة طبقا لأحكام هذا القانون، يعني اللي الشيطان بيوزه، هيعاقب بالحبس قد ايه؟ مدة لا تقل عن سنة، لا تقل، ده الحد الأدنى، لا تقل عن سنة. طيب وبغرامة مش هتتجاوز 50,000 جنيه، ومش أو، خد بالك من دي، والله شغل المجلس ده فادنا، مش أو، و يعني الحبس والغرامة وجوبي، فوالنبي ما خلوش الشيطان يوزكوا على حاجة. طيب الناس كلها حلوة زي الفل، تعال ناخد اللي بعدها طه نمرة 3. عجبني انا الموضوع ده جدا، اه والله، انت عارف انا كنت بتكلم انا ووالدتي في هذا الموضوع تحديدا بجد، يعني مش هزار، لسه ما فيش، احنا كنا بنتكلم انت فيه ده يا ماما، اظن اول امبارح ولا اول امبارح، اول امبارح ولا اول اول، اي اول امبارح ولا اول امبارح، دي انا عجزت قوي يا اولاد. المهم تقديم خدمات الشهر والتوثيق الالكتروني للمواطنين، بص يا سيدي، انت عندك 35 خدمه من خدمات الشهر العقاري والتوثيق تم اطلاقها عبر بوابه مصر الرقميه، منهم 29 خدمة توثيق، أبرزها بقى توكيل عام قضايا وتوكيل عام رسمي وإقرار تصحيح محرر موثق، وعندك 6 خدمات تانيين بتوع الشهر العقاري اللي هو بقى مثلا على سبيل المثال وعلى الحصر استخراج صورة من عقد مشهر، استخراج الشهادة العقارية. طيب في تطبيق لطيف جدا بتاع التوكيلات اسمه أرغب في عمل توكيل، الهواتف الذكية بنظاميها بتشتغل من الكلام ده بالمناسبة من يوليو 2020 عشان تبقى عارف يعني، بس برضو عشان تبقى اللي معرفش أدينا بنعرفه، في 27 محافظة، ده طبيعة الحال بما أنه تطبيق إلكتروني على الإنترنت يعني، أيوة على الإنترنت يعني، وبالتالي نقدر هنا بقى كمان بنعمل إيه، بنعرف الدور، يعني أنت بتشوف أنت في قدامك قد إيه، علشان في حاجات هتضطر تاخد بعضك بعد ما أنت عملت كل شيء اللي هو التوكيل، لازم هتروح الشهر العقاري علشان تستلم بقى التوكيل ده ويتختم كده ويبقى 100 فل و14 ورسمي و100 فل في ايديك. فانا عايز اعرف هروح الساعه كام، انا مش عايز اروح بقى افضل قاعد لي ساعه واثنين وثلاثه خالص، فهتروح هتعرف عدد الادوار بتاعتك كل عن طريق التطبيق، هتعرف الادوار اللي قبلك، انت دورك رقم كام تقريبا، داخل على الساعه كام، توصل باذن الله دقائق معدودات، دقائق كويس، دقائق دي يعني تشمل لحد مثلا نقول 59 دقيقة، بس هي أقل من كده صدقني يعني.
وعلشان تقدر تاخد الورق بتاعك. طيب في عندنا 17 خدمة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق تم إطلاقها عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الشهر العقاري، من أبرزها استخراج صورة العقد المشهر، استخراج الشهادة العقارية، خدمات طلب بيع شهر عقاري. ماشي؟ طيب وعندنا ترجمة عقد الجواز وإشهاد طلاق لا قدر الله باللغتين الإنجليزية والفرنسية. ويمكن للمواطن، شايف انت الحته الصوره بتاعت العامل زي الختم دي، يمكن للمواطن سداد رسوم خدمات التوثيق بواسطه وسائل الدفع الالكتروني زي طبعا بطاقات الخصم او بطاقات يعني الدائن والمدين، ديبت وكريدت. اللي بعده 4. طيب تعالى كده نكمل. احنا عندنا 60% و3% نسبة زيادة لمكاتب وفروع التوثيق. زمان في 2014 كانت 360 مكتب وفرع توثيق، دلوقتي بقى 577 مكتب وفرع توثيق، بالتأكيد معمولين علشان خاطر حضرتك، بالتأكيد معمولين علشان يسهل وييسر على حضرتك. عندنا 354 فرع توثيق مميكن، عارفين عن شيء ده مميكن، هو ده بس هنا في الشهر العقاري بقى، تم ميكنتها على مستوى الجمهورية، منها 283 فرع توثيق تم استحداث فيهم نظام الشباك الواحد. وطبعا الطريقة دي بتخفض من زمن المعاملة، يعني بتقللك الوقت جدا. عندنا بقى حاجة اسمها حقيبة التوثيق المتنقلة، دي أنا عجباني جدا. بص يا سيدي، دي عبارة عن حقيبة مجهزة بأحدث المعدات التقنية وكأنها شهر عقاري متنقل، ده الشهر العقاري المحمول. يجي الموثق بيستخدمها أثناء الانتقالات الخارجية. بتحتوي على إيه؟ جهاز تابلت وماي فاي عشان يعني يتم توصيله على طول بنظام التوثيق المركزي، مفيش حاجة بتتعطل على الإطلاق. وبعدين فيها برينتر بورتبل كده، طابعة محمولة تطبع التوكيل والنموذج ومؤمنة ولا يمكن التلاعب بوثائقها على الإطلاق، فلا تقلق عزيزي المواطن. بصمة إلكترونية بدلا من البصمة بتاعت زمان حبر ونقعد نمسح في إيدينا، مفيش، كله إلكتروني. طيب توماتيكي، توماتيكي على رأي عادل إمام ربنا يا رب يديله الصح. جهاز ماسح ضوئي محمول، سكانر تحط عليه المستندات والمرفقات وميت فوق، تمام، بقت الحاجة موجودة ومتوصلة بالماي فاي بقى هنا على النظام المركزي فورا. طيب غير هذه الحقيبة المتنقلة، الشهر العقاري المتنقل عن طريق حقيبة، في واحد تاني بقى سيارة متنقلة، 21 فرع توثيق بالسيارات المتنقلة مجهزة بأحدث المعدات اللي تقدم لك الخدمة زيها زي الشنطة دي كده. كويس، حلو جدا. طيب تعالى بقى نشوف في ديسمبر 21 ايه اللي حصل. توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد بنوك مصر وبنك مصر بالتحديد لتفعيل منظومة تقديم بعض من الخدمات المتعلقة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني، على سبيل المثال مثلا الاستعلام عن سريان التوكيلات والحصول على عقد مشهر أو شهادات أو شهادة التصرفات العقارية، سداد هذه الخدمات بالوسائل والخدمات الإلكترونية. في يناير 2022 يعني بعد هذا التاريخ بشهر واحد، توقيع بروتوكول لتقديم خدمات التوثيق في 20 منفذ لشركة اتصالات مصر. يلا بينا اللي بعده، صفحة رقم 5. حلو جدا اللي حصل. بص بقى التوزيعات دي، الخريطة يا فندم قدام حضرتك. عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، لازم تبقى فاهم حاجة مهمة جدا. الموظف العام خدم الشعب، الحكومة تخدم الشعب، فعلى الشعب أن يستغل هذه الخدمات عن بكرة أبيها. أرجوك استخدم الخدمات الإلكترونية، أرجوك استخدم الخدمات المميكنة، أرجوك استخدم كل ما يمكن استخدامه. ليه؟ الدولة صرفت كل الفلوس دي عشان تسهلها عليك، ما تجيش انت تصعبها على نفسك وتبقى مصمم ومنشف دماغك عشان انت شاكك او انت من المدرسة القديمة اولد سكول. لا 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 لا، اصل انا ممكن لما اعملها عن طريق الحقيبة المتنقلة ولا السيارة المتنقلة يبقى مش هتتسجل مركزيا في الشهر العقاري، لا انا اخد بعضي وانزل، فاللي هيحصل تكدس وانت اللي هتتعطل. بالمناسبة انا مش بقولك اصل احنا هنبقى دفعنا الفلوس، احنا دي انا وانت، مسألة ابعد من كده. انت عايز تضيع وقتك ليه وتضيع وقت غيرك ليه؟ استخدم الخدمات الموجوده كلها. بص بقى في قد ايه، يعني اسكندريه فيها 31 فرع،
القاهرة بطبيعة الحال 74 فرع هتفوز بنصيب الأسد أولا لأنها الأعلى كثافة يعني مش الأكثر اتساعا من حيث الرقعة الجغرافية. الوادي الجديد أكبر طبعا، أكبر محافظات جمهورية مصر العربية، بس الأعلى كثافة. القاهرة 74 فرع، القليوبية 10، اسكندرية 31. أنا عمال باخد كده إيه يعني بشكل عشوائي اللي عيني بتيجي عليه. جنوب سيناء فرعين، شمال سيناء 3 فروع، بورسعيد 6. يا أخي أنا بحسد بتوع بورسعيد قوي، عندهم تأمين صحي وعندهم فروع، عندهم كل حاجة. بس حسد جيد، غبطة يعني. طيب تعالى ناخد اللي بعده، آخر سلايد يا أولاد، 6 على 6. طيب أهمية التسجيل العقاري، هو ده بقى مهم جدا. أهمية التسجيل وضمان عدم التلاعب بالالتزام والمحررات. في حاجة مهمة، كل هذه الوثائق أصبحت مؤمنة بشكل كامل إلكترونيا وبطريقة ذكية. بص، الأهمية أنه أنت أولا طبعا بتضمن الملكية بتاعت حضرتك، خلاص أنت كده ضامن 100%. بالمناسبة كل الحاجات دي إلكتروني إلكتروني، يعني مفيش حد بيكتب حاجات بإيديه فتبقى مستصعب قراءتها، أو في خطأ ما، أو أصل مش عارفين، أو يحصل خلط إطلاقا. كل الحاجات برينتد زي دي، زي ما انت شايفها كده، نفس الطريقه كلها برينتر، ماشي كويس قوي، ومؤمنه زي ما بقول لك باعلى وسائل الحمايه. فما فيش حد هيعرف بعد كده يجي يقول لك لا دي بتاعتي، لا نعمل نزاع. خلاص انت سجلت، فانت كده ضامن اموالك، ضامن ملكيتك، ضامن استثمارك، ضامن عرقك وشقاك. دي حاجه. احنا في عندنا 85% من العقارات يا جماعه اللي في مصر غير مسجله. عارف يعني 85% من ثروتنا العقارية غير مسجلة؟ يعني 85% قابلة للاعتداء، تتسرق. يعني أنا لو عندي بيت مش مسجله ممكن يتخطف مني، مش مسجله. هبسطها لك، أنت سايق عربية ولا رخصتها ولا عملت أي حاجة، وكل سنة وأنت طيب كده وشكرا، أي حد في الدنيا ممكن يجي ياخدها من تحت البيت. ما هي عربية لا متسجلة ولا موجودة في المرور ولا لهوا وما لهاش نمر، مش أي حد يجي ياخدها من تحت البيت ولا إيه؟ هو العقار كده. 85% مش مسجل، فبنقول لك بعد إذنك سجل. طيب لما أنا بسجل ضمنت ملكيتي، ومش بس كده، أنا كده عاد عمال بقلل المنازعات القضائية. طب أنا لما بقلل المنازعات القضائية، أنا كمواطن يعني هتيجي تقول لي طب وأنا هتفرق معايا في إيه؟ أقول لك هتفرق معاك كتير، بعد الشر بعد الشر. إذا كنت أنت محتاج انك تتجه الى امر ما قضائي، فانت عارف دايما نقعد نقول ايه، لانه يا جماعه قضاة مصر عندهم زحمه قضايا قد كده، المحاكم مليانه عن بكره ابيها بالقضايا. فانت متخيل انه لما يبقى في 85% مش مسجلين، وهفترض انه عشرهم يا سيدي عليهم نزاع قضائي، شوف انت زحمت المحكمه بقد ايه. طيب لا انا مش عايز بقى كل هذه النزاعات القضائيه، انا عايز ان انا اقلل حجم المنازعات القضائيه على ملكيات العقارات عن طريق التسجيل. مش بس كده، هو انا النهارده مثلا تعال ناخدها برضو حاجه بسيطه خالص، فلان الفلاني راح اشترى لمراته وبنته ووالدته حته ذهب ظريفه جميله كده، تعبان من بتوع زمان، فاكر انت التعبان ده؟ مهم كان شكله لطيف والله، مش عارف ما بقاش موضه تانيه ليه. المهم يعني بس معكش فاتوره، ورحت بعته، ايه اللي هيحصل؟ اللي يقول لك اه ملوش فاتوره ده يا حبيبي، طب استنى كده، ويقعد يعمل الاختبارات بتاعته، هو حلو كويس جميل بس ملوش فاتوره، هنقلل السعر شويه. نفس القصه في العقار، العقار اللي مش مسجل سعره اقل، العقار المسجل مضمون عليه الدمغه سعره ظبط، انت المستفيد. طيب زياده الاستثمارات العقاريه المباشره المحليه والاجنبيه، ليه؟ لان انا النهارده لما يبقى في عندي معدلات التسجيل تقعد تزيد شيئا فشيئا، رويدا رويدا، لحد ما اوصل ان انا ابقى سجلت كل حاجه موجوده في مصر، وبالتالي ما يتم انشاؤه واحده واحده هو كمان هيخش بقى خلاص كده في قطره التسجيل. ايه اللي بيحصل؟ انا كده بشجع على المزيد من الاستثمار العقاري في مصر، سواء اذا كان الاستثمار المحلي يجي يوسف واصحابه يلا ما تيجي نعمل مثلا، افترضنا ربنا فتحها علينا، ما تيجي نعمل شركة للاستثمار العقاري، أنا كده خلاص متأمن 100%، أنا عارف إنه أنا بشتغل والحاجة بتاعتي بتتباع وبتتسجل وميت فل، الناس لما بتشتري الحاجة وتلاقيها مضمونة فبتقبل أكتر على ذلك. طب ده يوسف ده راجل مواطن مصري، طب تعالى نشوف المواطن الأجنبي يقبل أكتر، لأنه أصبح في عنده منظومة قانونية شديدة الوضوح.
العقار في مصر، والله بيحصل 1 2 3 4، بيتم التكلفة كذا، حجم المبيعات بتبقى كذا، حجم الإقبال على الشراء كذا، حجم النمو في السعر كذا. طب حجم النمو ده الله ده زاد في مصر، إيه اللي حصل؟ أسعار العقارات عمالة بتتزايد ليه؟ لإيه؟ لأنه أصبح في موثوقية في ذلك. كل ده إزاي؟ لما باجي أسجله ده هنا. الحفاظ على حق الدولة بالمناسبة في عمليات السوق العقاري زي ضريبة التصرفات العقارية، طالما سجل هيجي بعد كده خلاص أنا كده دولة أقول يا جماعة الحاجات دي متسجلة عندنا، فأنا عندي ضريبة تصرفات عقارية حجمها قد كده، فأنا أبقى عارف حتى كمان في موازنتي أنا كدولة أنا معايا إيه، أنا ليا إيه. لما يبقى في تصرفات عقارية حاجة والضريبة العقارية حاجة، لما نيجي نقول والله أنا دلوقتي مثلا ده ميعاد دفع الضريبة العقارية بتاع البيت ده، خلاص أنا كدولة البيت ده متسجل، أنا شايفه، عارف تقييمه الفعلي الحقيقي في السوق، بتتعمل المعادلة اللي بتعملها الضرائب العقارية، تمام، يبقى البيت ده، الشقة دي، الأرض دي، إلخ إلخ عليه المبلغ ده، كويس خالص. حصيلة الرسوم بيتعمل بيها إيه؟ يعني وبالمناسبة ده أسهل سؤال في الدنيا وأغرب سؤال بيتسأل، يعني يقول لك هو الرسوم دي بيتعمل بيها إيه؟ ما هو أسهل سؤال، الرسوم دي بيتعمل بيها مشروعات. يعني كل الرسوم اللي في الدنيا، الرسوم اللي في دنيتنا احنا في مصر على سبيل المثال، احنا بنعمل ايه بالرسوم يا ترى؟ هل ترى طبيعي باخد جزء اقول اه والله ده انا عاوز اعمل حياه كريمه، ده لانه ده برنامج تنموي هو الاكبر على مستوى العالم ويحتاج الى تكلفه، والله ده انا بشتغل عندي مشروع اسمه الضبعه على 2.25 مليون فدان، يعني ده لوحده دلتا جديده فده محتاج تكلفة، والله ده أنا بعمل عملية تبطين للترع، والله ده أنا عايز أعمل نظام ري وصرف عالي المستوى رفيع المستوى عشان أروح أشتغل على الدلتا الجديدة، والله ده أنا عامل محطة رفع بحر البقر اللي هي محطة المعالجة بتاعت رفع بحر البقر، بالمناسبة دي أكبر محطة على مستوى العالم للمعالجة بتاعت المي اللي هيتعمل في الضبعة والدلتا الجديدة هتبقى أكبر من بتاعت بحر البقر، فأصبحت بتنافس نفسك في المشروعات. أنا مش بقول أكبر تراك خيل مثلا، مشروعات أكل وشرب وبنى وإنتاج وفلوس واستثمار وما إلى ذلك. وبالتالي الحصيلة يا جماعة بتاعت أي ضريبة بتاعت أي رسم بتاعت أي شيء هي رجعالك، رجعالك رجعالك علشان نعمل المستشفى، رجعالك عشان نعمل المدرسة، رجعالك علشان نعمل الجامعة، رجعالك علشان نرصف الطريق، علشان ننور النمض المظلمة، علشان نوصل الكهرباء لكل بيت في مصر، عشان يبقى في ميه حلوه في كل بيت في مصر، ميه عذبه نظيفه حقنا، عشان يبقى في صرف صحي في كل بيت في مصر حقنا، ولا ايه؟ اظن انه اللي اتعمل في الشهر العقاري الحقيقه في هذه اللائحه التنفيذيه الجديده وفي اطار هذا القانون الحقيقه رائع، هيفرق معانا كتير. خد بالك هيجي في وقت بيحصل ايه بقى عشان بس تبقى فاهم برضو، معلش قبل الفصل حته صغيره كده، في حاجه اسمها الثروه العقاريه لكل بلد. أنا النهاردة عشان أقدر الثروة العقارية بتاعت مصر هعمل إيه؟ أقول لك أنا بكتيري قبل اللائحة التنفيذية والقانون ده هقدر أقيم الثروة العقارية مثلا في إطار العاصمة الإدارية الجديدة، المنصورة الجديدة، العالمين، وهكذا، الحاجات الكبيرة اللي اتعملت خلال 7-8 سنين اللي فاتوا، زائد أنه المشروعات اللي اتعملت في إطار المجتمعات العمرانية الجديدة زي العمارات، المشاريع الكبيرة عام 6 أكتوبر، الشيخ زايد، التجمع الخامس، إلخ 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 على مستوى الجمهورية. ليه؟ لأن ده اللي أنا عارفه، ده اللي أنا شايفه كدولة، أنا اللي منحت قررت التخصيص بتاعة الأرض دي، وأنا اللي عملت كذا، وأنا اللي عملت كذا، فأقدر أقدر ده. طب السؤال هو وهل كده أبقى أنا عرفت حجم ثروتي العقارية في مصر؟ لا، عشان 85% مش متسجل. طب هيفيدنا بإيه لما نعرف الخمسة إنه بقيت 85% كلهم اتسجلوا؟ إن أنا عرفت الثروة العقارية بتاعتي، ولما أعرف الثروة العقارية بتاعتي أقدر أحسب حجم النمو بتاعها. وحجم النمو بتاعها ده بيشد لي استثمارات من بره. استثمارات يعني فلوس لينا كلنا. حد عايز فلوس؟ آه؟ سجل العقار. فاصل ونكمل الكلام. اهلا بيكم معانا مره تانية. طيب تعالوا كده نقول لكم على خبر حضراتكم يمكن تكونوا سمعتوا عن وفاه سيده في احدى المستشفيات نتيجه خطا متعلق باشعه صبغه وما الى ذلك. وبالفعل
صدر قرار إداري بإغلاق هذا المستشفى اللي تسبب في وفاة السيدة مارينا صلاح بحقنة صبغة، وتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة القضية، وتم صدور قرار إداري آخر بإغلاق أو نفس القرار الإداري بإغلاق المستشفى بعد انتهاء اللجنة من عملها. الله يرحمها، الله يرحمها. طيب، خبر آخر وأعتقد مهم قوي قوي، في شوية عيال أصبحوا منتشرين أو السلوك أصبح فيه شيء من الانتشار بدليلين، دليل يبدو بسيط ولكنه هام، لأنه إشارة أو ميزان ما أنك تجد الدراما مهتمة بالقصة دي كتير، مسألة الابتزاز الإلكتروني. عيل وقح يقرر أن هو يبتز بنت أو سيدة ويشوف هيقدر يحصل على إيه، عيل وقح بس منحط حقير، مش مختلفين. الدليل الآخر هو أنه أصبح في عندنا واقعة جنائية موجودة في المحكمة، وبالفعل الجنايات تعاقب المتهمين في قضية بسنت. بسنت كانت واحدة من فتياتنا اللي هم ضحايا لهذا الابتزاز الإلكتروني، وحكمت المحكمة بالسجن 15 عاما، يستاهلوا قدهم 1000 مرة. قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى بمعاقبة المتهمين 5 في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بالسجن 15 سنة لثلاث متهمين، ومعاقبة 2 تانيين بالسجن 5 سنوات. وكانت هيئة المحكمة في وقت سابق استمعت لشهود الإثبات ومحامي المتهمين في قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني في محافظة الغربية، القضية كانت رقمها 2036 جنايات كفر الزيات. تضمن قرار الإحالة توجيه 6 تهم للمتهمين. خد بالك بس، واحدة واحدة. فعزيزي المواطن المحترم، خد بالك، عزيزي المواطن، لا ده مش عزيزي بقى، المواطن التاني اللي الشيطان شغال في دماغه، اسمع يا حبيبي التهم ايه. الاتجار بالبشر باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلة منسوبة ليها بقصد استغلالها جنسيا، بقصد استغلالها جنسيا وإجبارها على ممارسة الأفعال المخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها. كان التهديد مصحوب بطلبات منهم واعتداءهم جميعا بذلك على حرمة حياتها الخاصة والشخصية وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية، انترنت يعني بالمختصر المفيد. كل اللي أقدر أقوله بعد إذن حضراتكم، خدوا بالكم من بناتكم، بمعنى إيه؟ خلوا البنات بس يبقوا مصحصحين، مفيش داعي. أنا عارف إنه ممكن تبقى صور اللي بتتحط مثلا على فيسبوك ولا مش عارف إنستجرام ولا مش عارف إيه الحاجات اللي موجودة ما فيهاش فيها أي غرض، صورة عادية عادية جدا ما فيش فيها أي حاجة، بس بقى إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إنه تلاقوا البنات مثلا فاتحين الفرنشيب لأي حد، أكسبت 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 أكسبت، أو فاتحين البروفايل بتاعهم لا اي حد يخش يتفرج، وبالتالي يروح جاي واخد الصوره ويقعد يشتغل عليها فوتوشوب من هنا لحد بعد بكره، وبعد كده يشوف هيقدر يعمل ايه، فيبعت للبنت على الاكاونت ويقول لها بصي ادي صورك ولو ما عملتيش انا هعمل واسوي. فلو سمحتوا، اولا ده نصيحتي بقى هنا كاب بعد اذنكم، محدش فيكو انتوا البنات تحديدا، محدش فيكو يسمح بإضافة أو قبول أي صداقة من حد ما تعرفيهوش كويس جدا قوي خالص، يعني مش أي حد معاكي في الكلية، أي حد معاكي في المدرسة، أي حد معاكي في الشغل، كل ده لأ، حد تعرفيه كويس جدا. 2، البروفايل دايما لازم يبقى برايفت، مفيش أي حد يخش يعرف يشوف معلومات عنك ولا يشوف صورة غير يمكن هي البروفايل بيك اللي حضرتك عاملة فيها كده دي بس. بس ليه؟ لأنه أصبح في عيال حقيرة جدا جدا. فلو سمحتوا
خدوا بالكم أبهات وأمهات، اقعدوا مع بناتكم وفهموهم واشرحوا لهم، والمسألة مش بالزعيق والمسألة مش بالتهديد وبالوعيد، لازم تفهموا البنات ده كويس، وانتوا البنات لازم تبقوا عارفين كده كويس، تبقوا عارفين انه احنا في زمن صعب، ما اقدرش اقول زمن سيء، صعب وغير آمن على الإطلاق، فخدوا بالكوا إذا سمحتوا. طيب نروح للوجه الجميل، الوجه الحسن في مجتمعنا المصري، الوش الحلو الحقيقي للمصريين. في امبارح كنت اقول ايه، لو خدتوا بالكم كنا بنتكلم على السياحه، قلت احنا لازم كلنا نبقى مواطنين قادرين على حمل صناعه السياحه والتحليق بها عاليا، يعني تصرفاتنا واخلاقنا وطريقتنا مع السياح. شوف المصريين عملوا ايه في التعامل مع السياح بعد ايام كده من القبض على متحرشين بالساحات بالسائحات. مرشد سياحي يقرر انه يشيل سائحه على ظهره لمسافه طويله بعد ما اصابتها ضربه الشمس. ادي الصوره قدامكم. هل في حاجه في الدنيا تجبره يعمل كده؟ لا. هل هو مطالب؟ لا. هل هي جزء من متطلبات عمله؟ لا. الست ما استحملتش الشمس بتاعتنا في اسوان، فتطوع مشكورا كرجل محترم مهذب مصري جدع كما جرت العادة، انه ياخدها على ظهره بس لحد ما ايه توصل لمكان ظليل تقدر تستريح فيه. معانا على التليفون محمد عالم الدين، مرشد اللغة الفرنسية وابن مدينة إدفو محافظة أسوان البار. ازيك يا محمد؟ ازيك اخبار حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ مساء الفل عليك. عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين تمام. عملت كده ليه يا محمد؟ اول حاجه شكرا على المقدمه الجميله لحضرتك. يا اخي ده احنا اللي نشكرك، شرفتنا والله حقيقي، شرفت كل المصريين. ربنا يبارك حضرتك يا رب العالمين. قول لي الحدوته بقى بدات ازاي، ايه اللي حصل؟ والله حضرتك احنا كنا في رحله في بخره سياحيه في منطقه بحيره ناصر ورا السد العالي. ايوه. فدرجه الحراره فعلا كانت شديده جدا. اه. فهي اصيبت بضربه شمس مع الاجهاد، مع الوقت كان وقت الظهيرة الساعة واحدة والكبر السن بتاعها، فألقيت على الأرض، يعني وقعت خالص على الأرض. يا خبر أبيض، ما استحملتش هي الحرارة بتاعتنا؟ لا 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 لا، ما بيستحملوش هم. وبعدين وقعت بقى؟ وقعت بعدين. أنا الحقيقة أنا وزميلي كان هي مش كانت معي أنا في الجروب بتاعي، كانت مع الجروب بتاع زميلي الأستاذ مصطفى. أيوه حلو. لقيتها كده، فبقول له يا مصطفى يعني هنعمل ايه؟ وجوزها يا عيني قاعد واقف وعمال يبص، طبعا مش عارف يعمل حاجه، هو كبير في السن. ما هو راجل كبير في السن برضه، فمش هيقدر يعمل حاجه يا عيني. بالظبط كده. فشلناها انا وهو مع بعض كده، مسافه بتاع 200 300 متر. مش قليله وحر. ورمله على رايك. وهي يا عيني يعني حضرتك تخيل كانت بتتكلم، فبقول له بتقول يا مصطفى، بيقول لي بتقول انتوا تعبتوا خالص، بدلوا. بدلوا. بدلوا يعني كل واحد يجي من ناحيه، كان يمسك ايده يمين ايده الشمال. لذيذه كده يعني. وبعدين؟ بعدين مصطفى تعب خالص يعني، قال لي انا دخت. كنا صايمين، فقلت له طب خلاص، فلسه بوقفها مش عارفه تقف، يعني مش عارفه تقف، مفيش مكان دل. قلت له طب تعالى على ظهري بقى، يلا المسافه الباقيه دي لحد المركب. ووصلتها لحد المركب الحمد لله، وصلت سليمه والحمد لله فائد بعدين بالليل، وبقت كويسه وكملت الرحله بتاعتها ما شاء الله يعني الحمد لله. طب ده حاجه كويسه جدا. انت كنت متصور يا محمد انه ده حاجه الناس كلها تتكلم عنها بالشكل ده؟ يعني كان في حاجه في دماغك؟ هو الحقيقه استاذ يوسف ان لما حصلت كده احنا كنا اخر اثنين مرشدين قاعدين انا وزميلي مصطفى، فما فيش حد معانا، فمش حد بيصور. في نهايه احنا ولسه داخلين المركب، الصوره الوحيده اللي خدها لينا زميلنا عبد الناصر. ايوه. هو كان مستنينا في المركب، فراح لما لقانا داخلين كده فراح مدي صوره. واخونا عبد الناصر بقى هو اللي نشرها؟ وانا ما عرفتش بعدين غير بعدين باسبوع، يمكن بعدين باربع ايام مثلا، لما شفت زمايلي بيبعتوا لي قال لي ده انت ترند يا محمد. ايوه. والصوره اللي انت عملتها، طب ازاي ده الاستاذ عبد الناصر كتب موضوع مش عارف ايه وبقى شير من واحد للثاني؟ كصورة إيجابية يعني بقى المرشدين يتناقلوها. طبعا. والله يا محمد انت 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 عملت ده بدافع انساني، ولا في دماغك لا صورة ولا زي ما يقولوا ولا حمد ولا شكرانية، انت عملت ده من قلبك يعني.
والله انا عايز اقول لحضرتك حاجه. هو احنا عندنا الزبون لما بيجي او السائح لما بيجي مصر، احنا كمشيرين عامه يعني عندنا المثال اللي هو نشيله فوق عيننا وراسنا. طبعا طبعا. انت اسوان يعني يا محمد؟ من اسوان. ايوه احسن ناس، اسالني والله العظيم. انا كنت عندكم في اسوان في وقت السيل وكده، انا في حياتي ما شفت احلى ولا اجمل من كده. ربنا يبارك حضرتك اللي زوج. والله ده بجد، ده حقيقي والله، احلى من بلدياتي بس يعني تمام. فاحنا عندنا السياحه دي اكل عيشنا، والسائح ده بنعامله كضيف. صح. يعني الموقف ده حضرتك يعني كل يوم بيحصل مع كل المرشدين، يعني اي موقف بيتعرضوا له ده السائح لازم يديله صوره طيبه عن مصر يرجع بيها عشان يجي هو تاني ويجيب جرايبه ويجيب اصحابه، يبقى دعايه كويسه لينا. فمهمتنا كلنا ان احنا يعني السائح ده يبقى مبسوط وهو راجع، سمعه جيده ومحترمه وكويسه تفرح الناس بينا بره، يعني اللي هو انا رحت مصر وحصل كذا، وبيحكي صوره زي دي لما بتنتشر بتخلق الحقيقه صدى واسع جدا ايجابي جدا. بالظبط هو ده، بالظبط هو كده. هو كل واحد في المنظومه اصلا له دور لازم يقوم بيه عشان السياحه عامه تعود على مصر كلها بالخير. خد بالك يا محمد، انت كان ممكن ما تعملش كل ده، وكان ممكن تاخد بعضك وتجري تروح على المركب وتطلب انه حد يجي ونعمل كذا ونسوي، لكن انت وزميلك وصديقك اتصرفتوا بسرعه وبعفويه وبانسانيه، وده المهم بصراحه. صحيح صحيح، هي فيها عفويه فعلا. هي بصراحه يعني الناس مش واخده بالها، يعني فاكره ان احنا عملناها عشان الصوره. الصوره دي في اخر حته يعني، دي عند المبدأ ده. لا لا لا، وانا مصدق الحكايه ما كانتش مقصوده خالص ولا في الدماغ ولا اي حاجه خالص. انا وكل يعني الناس مصدقينك بصراحه، يعني كل الناس كانت فرحانه جدا بالصوره لانه مصدقين الصوره. ما فيش حاجه تجبرك في درجه حراره 40 تعمل كده يا محمد يعني. والله وفي عز الايام، وفي عز الايام رجاله اسوان. والله العظيم حضرتك يعني لو تكرر الموقف ده مع اي مرشد هيعمل برضو كده، يعني المرشدين كلهم نفسهم السياحه ترجع زي قبل 2010 والدنيا تبقى حلوه وترجع الايام اللي هي الجميله باذن الله. يا محمد ترجع احسن من قبل 2010 علشان مصر تستحق اكتر من كده بكتير، وانتوا الحقيقه تستحقوا اكتر من كده بكتير قوي 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 قوي. استحملتوا كتير يعني، كلنا عارفين بصراحه. انا بشكرك جدا 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 جدا، شرفتنا بالمعنى الحقيقي والحرفي والكامل ونورتنا بصراحه يا محمد. كل الشكر لمحمد عالم الدين، مرشد اللغه الفرنسيه، ابن ادفو اسوان، صاحب هذه الصوره الشهيره. تعال نروح بقى للكوره. الاتحاد المصري لكره القدم قدم شكوى للاتحاد الافريقي بسبب تحديده لمباراه نهائي بطوله افريقيا في المغرب. ليه؟ قالوا يا جماعة هذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص وبيظلم الأهلي في مواجهة أمام نادي الوداد. طيب احنا معانا على التليفون نحاول نفهم الناقد الرياضي صديقنا العزيز المحترم أستاذ محمد عراقي. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا يوسف، وأهلا بكل متابعينك، ودايما منور الشاشة. بنورك والله. قول لي بقى إيه حكاية إنه هذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص؟ يعني عايزين نفهم الحكاية دي شوية. هو بس يعني هو الموضوع ليه كذا شق، فخلينا بس نتكلم في الاول على الحقيقه اللي قدام اي حد، ان دايما الاتحاد الافريقي يعني في مجامله صارخه دايما للمغاربه والتوانسه على حساب مصر، ده واضح في اكثر من مناسبه. وواضح كمان الاتحاد الافريقي كمان يعني بيغفل حاجات كتير من حقوق مصر، وده اللي حصل في قصه السنغال، وتغافل واضح للمشاكل الكبيره اللي واجهها منتخب مصر في السنغال. مش هنتكلم طبعا عن الليزر والقاء الزجاجات على اللعيبه والارهاب الكبير اللي حصل. صحيح. للعيبه في الفندق يعني مش واحد في الطوبه على العربيه، يعني حاجه مش لطيفه يعني. كبيره كان لازم يتم النظر ليها، ولكن الاتحاد الافريقي تغافل كل ده. ففكره برضو اللي بيحصل دلوقتي يا يوسف في قصه النادي الاهلي هي برضو استمرار زي ما بيقولوا كده يعني تمييز التوانسه والمغاربه او الاتحاد المغربي. خلينا بس يعني في دقه في الكلام، الاتحاد المغربي والاتحاد التونسي ده بيحصل بشكل دائم في الاتحاد الافريقي. ده فكره ده طبعا ازاي ده تم او ايه اللي حصل. اللي حصل ان برضو في حاجه برضو عايز اكلمك فيها هتبقى مفاجاه كبيره جدا، ان ده حصل ليه؟ لان اللي قدم هم اتنين بس، كانت المغرب هي اللي قدمت، هي والسنغال. المغرب والسنغال هم اللي قدموا على استضافه المباراه النهائيه، والكلام ده من بدري جدا 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 يعني. يعني الكلام ده تقريبا من يوم 19 فبراير اللي فات. اللي حصل وده اللي بالنسبه لي مريب ولازم احنا نتكلم فيه، يمكن الناس راحت في اتجاهات ثانيه خالص، ولكن احنا لازم نروح لحته ثانيه مهمه جدا. النهارده كان اللي مقدم زي ما قلنا المغرب والسنغال. ليه السنغال
تسحب، يعني بعد ما هي قدمت بمحض ارادتها، بمحض ارادتها ان هي طلبت ان هي تستضيف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا للسنغال بعد ما تم التاكد من وصول الوداد المغربي للمباراه النهائيه، تمام، السنغال تسحب طلبها باستضافه نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، مع العلم ان السنغال كانت اقرب من المغرب لاستضافه النهائي وكان هيبقى ليها يعني زي ما بيقولوا اولويه، لان كان السنغال ما لهاش طرف في النهائي، يعني لو الاهلي والوداد اللي صعدوا المباراه النهائيه فبالتالي السنغال هيكون ملعب محايد. مع العلم كمان حاجه ثانيه نضيفها، ان ملعب السنغال ملعب كويس جدا وملعب حلو جدا، ملعب اللي احنا خسرنا فيه في السنغال، ملعب هايل وملعب جديد وفيه كل الاشتراطات سواء الامنيه او التنظيميه بحيث ان هي تستضيف مباراه زي كده. مع العلم كمان ان السنغال كانت اعلنت قبل تاكد وصول الوداد او اقتراب الوداد المغربي من المباراه النهائيه، اكدت ان هي لو استضافت المباراه النهائيه هتستضيفها بافضل شكل وهتبهر العالم، ده وفقا للتقارير السنغاليه. ليه بعد ما تم او اقترب الوداد المغربي، طبعا زي ما كلنا شفنا فاز على بيترو اتلتيكو في مباراه الذهاب 3-1، فبالتالي خلاص هو يعني وضع قادما في المباراه النهائيه، ليه السنغال تسحب ملف التنظيم؟ ده سؤال لازم كلنا نقف عنده. يعني واضح ان طبعا ساوزي لاكجا طبعا في الاتحاد الافريقي طبعا المغربي، وطبعا فاطمه ساموره برضه نائب رئيس الاتحاد الافريقي، يعني العلاقات قويه جدا ومؤثرين بشكل كبير في الكاف، وفي علاقات قويه ان هو طب خلاص ممكن انتوا تتنازلوا واحنا طبعا بنسهل لكم حاجات تانية كتير وبتاع. فالسنغال فعلا يعني سحبت، يعني انت رؤيتك انه ده كان انسحاب متعمد، فتم اسناده للمغرب. انت رايك يا محمد انه ده انسحاب متعمد؟ طبعا انا 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 بقول لحضرتك على حاجه يا استاذ يوسف، 1+1=2 وربنا عارفه بالعقل. انا النهارده مش بطلب حاجه مثلا فيها اشتراطات او حاجه، انا بمحض ارادتي بعت طلب رغم ان انا ما عنديش ولا نادي في البطوله، السنغال ما عندهاش ولا نادي في البطوله، اذا استضافتها لنهائي دوري ابطال افريقيا بمحض ارادتها، وهم شايفين ان الموضوع ده هيضيف لهم وشايفين ان الموضوع ده كويس بالنسبه لهم تسويقيا للسنغال، تسويقيا ليهم كحقوق ايا كان الطلب. انت طلبت وبعت واصريت على الطلب واصريت ان انت يعني تستضيف البطوله دي، ليه بعد ده بقى السؤال اللي انا واقف عنده، ليه بعد ما تم التاكد ان الوداد المغربي او اقتراب الوداد المغربي من الصعود للمباراه النهائيه بشكل كده غريب وبشكل يعني مثير لعلامات الاستفهام يتم سحب المسؤولين السنغاليين يسحبوا طلب استضافته المباراه النهائيه، فبالتالي الاتحاد الافريقي ما لقاش قدامه الا الملف المغربي؟ دي حاجه طبعا انا بفكر معاك فيها، يعني حاجه صراحه غريبه جدا، انا مش شايف ليها اي تفسير غير العلاقات القويه طبعا سواء لفوزي لاكشا طبعا المسؤول المغربي الكبير، وفاطمه ساموره المسؤوله السنغاليه الكبيره في الاتحاد الافريقي، وهم طبعا من النواب الكبار في الاتحاد الافريقي لرئيس الاتحاد الافريقي، فبالتالي العلاقات في الاتحاد الافريقي قويه، واحنا للاسف لسه ما عندناش القوه دي في الاتحاد الافريقي، ما عندناش الباور، بنعاني منه على مستوى المنتخبات، بنعاني منه على مستوى الانديه للاسف. يعني احنا محتاجين نظره كبيره للموضوع ده، ومحتاجين ان احنا طب يعني طب سؤال يا محمد، فكره تعاملنا مع الكاف، سؤال بعد اذنك، هل الموضوع ده حل دلوقتي؟ يعني هل في امكانيه او حل او تصرف ما يحول دون ان المباراه تتلعب هناك؟ الو ايوه محمد انا معاك، سمعني؟ انا مش سامع السؤال. بقول لك هل في شكل ما من الحلول يخلينا ما نلعبش المباراه هناك؟ بص يا يوسف، كويس قوي ان السؤال ده مهم جدا. خلاص اللي حصل، المغرب هتستضيف البطوله او القرار باستضافه المغرب ده حصل خلاص. انا عايز اقول لك ان النهارده اول مره اشوف زي ما بيقولوا كده توافق بين كل الجهات، اتحاد الكره المصري برئاسه الاستاذ جمال علام، وزاره الشباب والرياضه طبعا برئاسه الوزير اشرف صبحي، النادي الاهلي طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب، كل الجهات دي طبعا كل جهات الدوله المعنيه بالقصه دي، تم النهارده ارسال شكوى للاتحاد الافريقي ان ما ينفعش فكره اقامه المباراه في المغرب امر مرفوض بعد اقتراب صعود الوداد المغربي. يعني خلاص كلنا عارفين ان طرفي المباراه النهائيه هم الاهلي والوداد المغربي، يعني مش قاعدين نقول 99.9% الاهلي والوداد المغربي هم طرفين المباراه النهائيه، فبالتالي مش من المنطقي ان المباراه تقام في المغرب. ده ممكن يحصل لو الاعلان عن ملعب المباراه كان تم قبل انطلاق البطوله زي ما بيحصل في اوروبا، اصل هو دايما يتقال لك اصل بطوله دوري ابطال اوروبا بتقام مباراه واحده
في ملعب بيتم تحديده من قبل انطلاق البطوله. ده ما حصلش. انت حددت المغرب بعد ما المغرب اقترب، وهو ده زي ما بيقولوا هو اساسا اللي كان قدم السنغال والمغرب. بس طبعا زي ما احنا قلنا المؤامره الغريبه اللي حصلت ديت او الموقف الغريب اللي حصل من الاتحاد السنغالي لكره القدم، فبالتالي خلاص المغرب استضافت البطوله. كل الجهات دي بعتت النهارده، وزاره الشباب والرياضه ارسلت، اتحاد الكوره ارسل طبعا بالتنسيق مع اداره النادي الاهلي ارسلوا شكوى، والاهلي كمان النهارده يمكن طلع بيان مهم جدا اكدوا فيه ان هم هيلجأوا للمحكمه الرياضيه الدوليه في حاله استمرار الوضع ده. طيب هل ممكن المباراه يرجع تاني الاتحاد الافريقي للنظام القديم اللي هو خلي بالك يا يوسف مرحاجه، الاتحاد الافريقي اعلن في نفس البيان اللي اكد فيه ان المغرب هي اللي هتستضيف نهائي دوري ابطال افريقيا ان هو بدايه من السنه الجايه بيدرس جديا يرجع تاني للنظام القديم باقامه المباراه النهائيه من مباراتين وعادي اللي هو النظام الطبيعي بتاعنا، مباراه تقام مثلا في المغرب ومباراه تقام في مصر. فهم بيفكروا في كده جديا بدايه من الموسم الجديد. في صعوبه جدا طبعا ان هم يقروا او يرجعوا للنظام ده في الموسم ده، يعني اعتقد ان المباراه يعني بنسبه اكبر طبعا هتقام في المغرب، ولكن اداره النادي الاهلي اتحاد الكره المصري بيعملوا جهود كبيره جدا 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 لمحاوله تغيير القرار ده باي شكل من الاشكال، سواء بالعوده لنظام المباراتين، مباراه تقام في مصر ومباراه تقام في المغرب، او نقل المباراه لاي دوله ثانيه عندها استعداد لاستضافه المباراه. ولكن الوضع مش سهل، الموضوع محتاج جهود كبيره جدا والوقت ضيق، يعني لسه يعني الوقت ضيق جدا جدا على كل المشاكل ديت. ولكن زي ما قلت لك يوسف المشكله الكبيره جدا ان الكاف يعني في تعنت واضح ضد مصر وضد الانديه المصريه، وفي محاباه لبعض الدول منها طبعا المغرب وتونس. لامتى بقى الكلام ده؟ لامتى؟ يعني انا بس عايز اقول حاجه برضه يا يوسف، يعني كنت اتكلمت مع حضرتك في مداخله قبل كده. الكاف كل ما بيجوا مصر بيقولوا يا جماعه احنا ما بنشوفش تنظيم افضل من عندكم، ما بنشوفش امن افضل من عندكم، ما بنشوفش سلاسه في التعامل افضل من عندكم مهما تكون المنافسات. خلينا نحط كده مباراه السنغال زي ما بيقولوا مثال، احنا شفنا احنا عملنا ايه مع المنتخب السنغالي، عملنا ايه معاه في مصر، والترحاب الشديد اللي لقوه والتعامل ازاي كان ايه، وقاعدين في فنادق عامله ايه، وملاعبهم بتاعت التدريب عامله ايه، وشفنا نحط بالمقارنه كده اللي حصل معانا في السنغال. هل الاتحاد الافريقي مش عارف كده؟ لا عارف، عارف ان احنا افضل دوله بننظم، افضل دوله بنعامل اخواتنا الافارقه، كل ده بيحصل مننا، ولكن ده بيواجه مش عارف بقى بنوع من عدم التقدير، يعني لو خلينا اصف احط الوصف يعني مهذب شويه، عدم التقدير، في عدم تقدير بشكل كبير جدا جدا من الاتحاد الافريقي. محتاجين نراجع المسؤولين، محتاجين نتكلم معاهم، ان ده صعب جدا ان ده يحصل، صعب جدا ان ده يتكرر تاني. واعتقد ان احنا لازم يكون زي ما حصل النهارده رده فعل قويه جدا من اتحاد الكوره وقويه جدا من اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، واتحاد الكوره طبعا برئاسه الاستاذ جمال علام، وحتى وزاره الشباب والرياضه. اعتقد لازم يكون في وقفه، ووقفه قويه. اليومين الجايين هيبان يا يوسف ايه الوضع، وهل ممكن في تغيير في قرار الاتحاد الافريقي، وان كان طبعا احنا يعني متفقين ان الموضوع صعب صعب وصعب جدا. طب انا سؤالي الاخير برضو اعذرني فيه ان انا راجل ما اقدرش اقول لك عندي اطلاع واسع بمساله التصعيد في هذه الامور، هل من الوارد انه يحصل تصعيد ما، مش بس على الواقعه دي، في مساله غبن الحقوق من قبل الاتحاد الافريقي للاتحاد المصري طول الوقت، هل من الوارد انه يتم التصعيد امام الاتحاد الدولي كمان؟ ده حصل، يعني ده الاهلي اتكلم فيه بشكل رسمي النهارده ان في امكانيه كبيره جدا للجوء للمحكمه الرياضيه الدوليه. ده حصل اوريدي النهارده، وحصل من الاتحاد المصري لكره القدم اللي خاطب بدوره الاتحاد الدولي برضو، وخاطب الاتحاد الافريقي، ان برضو ده لا يجوز وما ينفعش، ولازم يكون في يعني زي ما بيقولوا نظام. يعني احنا للاسف الاتحاد الافريقي لا يعترف بالنظام او لا يتعامل بالنظام الموضوع في العالم كله. احنا بنشوف دلوقتي المسابقات في اوروبا النظام عامل ازاي والشكل عامل ازاي. وفي صحيح. حاجه برضه ثانيه يا يوسف مهمه جدا، الاتحاد الافريقي لازم يعرف حاجه، مش كل حاجه في اوروبا تقدر تطبقها في افريقيا. طبعا. يعني انا النهارده انت خدت قرار ان انت تعمل المباراه، تلعب المباراه النهائيه من مباراه واحده لمجرد ان الموضوع في اوروبا كده. طيب هل انت النهارده المسافات بين الدول في اوروبا زي المسافات بين الدول في افريقيا؟ لا طبعا، الناس بتتحرك في اوروبا بالقطر، انت النهارده لما تروح النهارده تسافر 16 ساعه عشان تلعب مباراه شبه كده. طب وغير كده كمان، هل انت النهارده عندك كل الملاعب مستعده لاستضافه المباريات؟ يعني انت النهارده كل افريقيا دي، كل افريقيا ما فيهاش الا ملعب المغرب هو اللي يستضيف البطوله. موضوع صعب والموضوع صعب جدا بصراحه. الاتحاد الافريقي محتاج يعني اعاده هيكله كبيره، محتاج شغل كتير جدا، ومحتاج مننا وقفه، ووقفه مهمه، واعتقد ده اللي بيحصل الفتره دي. اعتقد ذلك. انا بشكرك جدا 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 كل الشكر لناقدنا الرياضي محمد عراقي. الف 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 شكر يا محمد.
طب انتوا سمعتوا عن موضوع سمكة القرش في مرسى علم وحاجات زي كده وبتاع؟ طيب. هيئة المتنزهات البحرية قدمت بلاغ بالواقع كويس، وتم بالفعل إعلان حالة طوارئ أو يعني طوارئ ما لمراقبة المنطقة. مهم جدا إن احنا نبقى عارفين هو ايه اللي حصل، هل بالفعل حصل انه في سمكه قرش جت عندنا في مرسى علم؟ لا ما حصلش. طب هل ده وارد؟ هل ده مش وارد؟ الى اخره. وبالمناسبه باعتبار ان انا راجل غاوي افلام وثائقيه كتير وتحقيقات استقصائيه وحاجات زي كده، وده يمكن مش بس شغف بالمشاهده لكن ايضا بصناعه هذه الامور، واشتغلت فيها فتره لا باس بيها، احب دايما افضل شغال فيها، يعني الحاجات دي بتبقى ممتعه قوي. المهم فلاحظت انه احيانا بتحصل بعض التغيرات البيئية في المية ودرجات الحرارة ومش عارف ايه بتؤدي الى انه انواع من الاسماك اما انها بتهاجر تختفي بعيدا عن سواحل ما، واسماك تانية تقرب. وموضوع اسماك القرش ده كان ظهر في عند المحيط الهادي في السواحل الامريكية، السواحل الامريكية الجنوبية مش جنوب امريكا، يعني السواحل الولايات المتحدة الامريكية في المناطق الجنوب غرب الولايات المتحدة الامريكية ظهرت اسماك قرش، كانت في سنة من السنين وقربت من الشواطئ، وده كان شغل غير متعارف عليه أو حالة غير متعارف عليها، وحصل هجوم على بعض الـ الناس وكلام من ده، ووصلوا إلى أنه كان في أسباب بيئية هي اللي أدت لده. أنا عايز أفهم أكتر، خلونا ناخد معانا على تليفون دكتور محمود حنفي أستاذ علوم البحار بجامعة القناة ومسؤول جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ يوسف. أهلا بيك. إزاي صح؟ إيه حكاية سمكة القرش اللي اتقال أنها ظهرت في مرسى علم؟ هو بس علشان برضو المشاهدين، لانه يعني كتير جدا من المشاهدين للاسف ثقافتهم على اسماك القرش مرتبطه بافلام الموفي بالظبط. لكن طبعا هو سمكة القرش في البحر الاحمر ده بتلعب دور كبير جدا حتى في الاقتصاد القومي. علشان بس الناس تبقى عارفه، سمكة القرش دي بيجي لها غطاسين من مختلف انواع العالم عشان من انحاء العالم عشان يغطسوا ويتفرجوا عليها. ايوه ده يعني احنا قدرنا قيمه سمكة القرش اللي بتدخله الدخل القومي المصري في موقع غزة الأخوين، بتدخل من الأسماك الكبيرة الضخمة يعني. بتدخل حوالي 200,000 دولار في السنة. قيمتها كمصيد لا تتعدى 150 إلى 200 دولار، يعني دي فرخة من جدا. مش طبعا. بالشكل اللي الناس متخيلاه إن سمكة القرش، زائد سمكة القرش دي بالنسبة للناحية البيئية مهمة جدا، لأنها دليل قوي جدا على مدى صحة البيئة البحرية. حلو. حتة وجود الحادثة الأول أعلق عليها علشان برضو الناس ما يبقاش فيها إنه ده عبارة عن سايح كان موجود غطس. حوادث الغوص دي واردة جدا، وعلى فكرة ده يعني عملية الغوص وحوادث أسماك القرش مقارنة بحوادث السيارات لا تتعدى شيء، فدي بتحصل في مختلف أنحاء العالم. حلو. اللي حصل إن هو واحد غطس مات لسبب ما، قد يكون أزمة قلبية، قد يكون مشكلة في التكنيكاليتي بتاع الغوص نفسها. وارد. وبعدين لتاني يوم جم غواصين مصريين طلعوا من الميه لقوا ان هو جزء من كتفه ملتهب. لما بصينا في الشكل العضه دي عضه نوع من القروش اللي هو التايجر اللي هو القرش النمري. القرش النمري ده لما بيكون متواجد في موقع اسمه ألفنستون، ده من اهم المواقع بتاع الغوص، مشهور جدا في العالم. فدي حادثه، يعني اللي عايز اقول ان هي حادثه عاديه لان ما عملهاش غير التايجر ده او سمكه النمر، لان هو من النوع اللي ممكن ياكل حاجه ميته. فالقصه حصل سمكه التايجر ده او سمكه القرش دي موجوده بقى لها فتره والناس بتيجي تغطس عليها وتتفرج عليها، يعني ما فيش ما يخض يعني. لكن هو فعلا احنا في البحر الاحمر اللي عنده سنه 2009 لم تسجل حتى هجوم لاسماك القرش على غواصين ابدا من 2009 لحد دلوقتي، مفيش حاجه من 2009 لعند دلوقتي. حلو. حصل عندنا مجموعة حوادث علشان برضو نكون، لكن هي ليه؟ الجزء الأولاني إنه البحر الأحمر من أحد البحار اللي هي فقيرة في قدرتها على إنتاج الأسماك. ميتها فقيرة لأن زي ما بقول المية، مية البحر دي عاملة زي الأرض الزراعية، في أرض خصبة وأرض غير خصبة، أرض تطلع زرع أرض تطلع خصبة. فنفس القصة كده إن مية البحر الأحمر من المياه الفقيرة فيهاش سمك كتير، فبالتالي لما بيحصل ان انا اعمل ما يعرف بالصيد الجائر واشيل ويبقى في تنافس بين الانسان في تجميع الغذاء ده، فاسماك القرش ما تاكليش الاكل بتاعها. فايه اللي بيحصل؟
اي مفترس حتى في الغابه لو الاسد ما لقاش اكله طبيعي بتاع دائره بحث. صح، دي نمره واحد. الحاجه الثانيه بتجذبوا اي حاجه، يعني لو مركب واقف بيرمي بقايا طعام يجي سمكه القرش يشمها تيجي من بعيد. فبتبقى جايه بتتنرفز لان بتبقى جعانه ومش لاقيه الاكل، فبيبقى فيها نوع من الايه، ما بتبقاش في حالتها الطبيعيه. طبعا طول عمر البحر الاحمر ان الواحد اللي بينزل يغطس ويشوف سمك قرش بيبقى سعيد جدا ويرجع بلده وهو مبسوط جدا. فبعض الحاجات اللي بتلقى من او بعض الناس الغير ملتزمين، بقايا مطبخ، حتى الصرف الصحي اللي بينزل من المركب ممكن يجذب انواع من الغروش زي النوع او النوع الشانك المحيطي. ده اثبتت علميا ان هو ممكن يجذب للريحه. لما تيجي سمكه القرش على مكان فيه ريحه وما فيش اكل بتبقى غير طبيعيه. هنا ممكن تحصل بعض الحوادث وبعض الحوادث، لكن انا اطمن كل الناس ان البني ادم ليس على قائمه الطعام بتاع القرش. ونادر جدا ان القرش يهاجم بني ادم للاكل. لكن حتة ان انا بدخل منطقة نفوذه وخاطئ مني ممكن يحصل نوع من الاحتكاك ده. فالقصة اللي حصلت دي هي قصة عادية جدا، ان واحد غرقان ميت فضل 24 ساعة في المال عام لما لقوه اتعض، جت السمكة كلت منه حتة. لكن احنا انا وبنرفع برضو علشان لا نهول ولا نهول. ايوه، هناك ممارسات خاطئة في منطق في البيئة البحرية قد تؤدي الحوادث، لأن احنا بنستخدم البيئة البحرية بشكل مفرط بالنسبة لعدد الغواصين، بالنسبة لإلقاء المخلفات، الحاجات دي كلها حاجات قد، بل إن في هناك بعض البحرية اللي موجودة على مراكب بيرموا بعض الفراخ مثلا ويرموا حاجة عشان يجذبوا أسماك القرش يطلعوها الساحل على سطح المية عشان يستمتعوا عشان يصور. فبالتالي القرش لما بيبص لما بياكل من على وش الميه ممكن يتخيل ان كل حاجه على وش الميه قد تكون اكل. صح، القرش لا يستطيع ان هو يحكم ان ده اكل او مش اكل، لازم يعض. فما بيبقاش دايما بتبقى حوادث القرش غير مقصوده. قد يفتكر البني ادم اللي عايب ده نوع من الاكل يعضه ويبقى عايز يسيبه، لازم يعضه، لما يجي يسيبه لازم يسيبه اصلا. لكن اسماك القرش ليست حاجه سيئه جدا، وعايزين نحافظ عليها انها نوع من الجاذب للسياحه وليس طارد للسياحه. واللي بيخليها طارد للسياحه هي ممارسات خاطئه ممكن تؤدي لبعض الحوادث. والله يا دكتور حضرتك اكيد عندك حق لاسباب عده، اولها ان حضرتك العالم في هذه الامور. الحاجه الثانيه ان انا شفت اماكن سياحيه في حتت كتير جدا في العالم جزء من جاذبية الغوص فيها ان هم بينزلوا يعوموا مع اسماك القرش تحت. بالظبط كده. فانا ده منتج سياحي انا ببيعه. بالظبط. لازم اتعامل معاه بهذا. هذا منتج سياحي انا بسوقه في العالم. هذا بيجذب زي ما قلت لحضرتك ان قيمة سمكة القرش في الاخوين السمكة الواحدة بتدخل 200 ألف دولار. يعني عمليا يا فندم احنا محتاجين شدة جامدة في مسألة بالزبط. التعامل مع البحر الأحمر تحديدا والصيد الجائر بالضبط. تحديدا ومسألة إلقاء المخلفات تحديدا وما إلى ذلك. إحنا عايزين بالضبط. شدة يعني شدة شديدة جدا، لأنه ربنا وهبنا بموارد بحرية ليس لها مثيل في العالم. يعني استراليا اللي هي فيها الجريت بارير ريف طبعا الحاجز المرجاني الأعظم، إحنا نعتبر أحسن لأسباب عديدة، وإحنا بنضيع يعني الثروة من إيدينا. هو بالضبط ان انا لازم اعمل البحر الاحمر ده ان دي بيئه فريده، موارد طبعا فريده، ومفروض لما اجي انميها بناء على كيف وليس كم. صح، هي مش قصه عدد غواصين وعدد سياح وعدد فنادق وعدد غرف، لا خالص، دي موارد بحريه فريده جدا ما يجيهاش ولا يبقى مسموح للي يجيها غير سائح فريد جدا من الناحيه الثقافيه والناحيه الماديه، اللي يدفع كتير علشان يجي يشوف هذه الموارد. أنا من أنصار اللي يدفع كتير دي بصراحة، يعني لازم أدي السلعة بتاعتي حجمها الحقيقي وسعرها الحقيقي. أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر لحضرتك دكتور محمود حنفي أستاذ علوم البحار بجامعة القناة ومسؤول جمعية المحافظة على البيئة في البحر الأحمر. أنا بكلمك بجد والله العظيم تلاتة، في حتت كتير جدا في الدنيا جزء من سياحة الغوص بتاعتها مرتبطة بإنك بتعوم مع أسماك القرش. طب أنا هقول لكم حاجة على اسم أغلبنا يمكن يكون عارفه، يعني الغاويين طبيخ وبتاع،
الناس اللي تحب الطبيخ دي انا ما اقولكش. جوردون رامزي اللي هو واحد من اشهر شيفات العالم، عنده حلقتين بالتحديد في برنامج من البرامج اللي بيعملها، يعني مصوره او مصور جزء منهم وهو بيعوم تحت مع اسماك القرش تحت الميه، عشان كان بيصطاد سمك تاني، يعني بيصطاد سمك تاني عشان يطبخه، واسماك القرش بتعوم حواليه هو بيعوم معاها، وميت فل ومفيش حد قال له انت بتعمل ايه، ولا يعني السمكه ما قالتلوش انت بتعمل ايه يا جوردون، راحوا جايين عضينه ولا هجموه، ولا هو كان خايف او متوتر خالص. فواضح ان ده فعلا شكل من اشكال السياح، نحافظ على حاجتنا ونحافظ على ثروتنا ونحافظ على حكمتنا السياسيه كمعارضه. فاصل وهنروح لفقرتنا الرئيسيه، الحوار الوطني اللي بتديره الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبتعلن إدارة الحوار الوطني وبتدعو كل القوى السياسية دون التدخل في المحتوى ودون أي إقصاء. ضيفتنا العزيزة داخل الاستوديو ست النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. استنونا بعد إذنكم. اهلا بحضراتكم مره تانية. زي ما كنا بنقول، الحوار الوطني والاكاديميه الوطنيه للتدريب بتعلن اداره هذا الحوار، بتقوم بدعوه كل القوى وبتؤكد دون التدخل في المحتوى ودون اقصاء، الكل اهلا بيه. تعالوا بقى نرحب بضيفتنا العزيزه داخل الاستوديو ست النائبه امل سلامه، عضو لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب. اهلا اهلا اهلا. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله. هبدا الاول باسئله هنعتبرها اسئله استهلاليه. طيب. رأيك كبرلمانية أولا، ثم رأيك كعضو في لجنة حقوق الإنسان ثانيا. بداية أحب أشكر وأتوجه بالشكر لسيادة فخامة الرئيس السيسي لتصريحاته اليوم في سرعة العمل بقانون الأحوال الشخصية، فهذا يدل على أن هو يعني فاق توقعاتنا جميعا في أن هو بينصف وبيفكر كأب لكل مواطن مصري. صحيح. فشكر صحيح. شكر خاص يعني. بداية طبعا إطلاق دعوة الأكاديمية الوطنية للحوار الوطني هي ترجمة لمبادرة السيد الرئيس في إفطار الأسرة المصرية لدعوته للحوار الوطني لجميع قوة الممثلي المجتمع المصري وكل أطياف الشعب. هذا يدل على أن احنا فعلا احنا داخلين على جمهورية جديدة، ودي أول مرة تحصل في مصر، وهي وتدل على أن هناك ديمقراطية مطلقة بدون استثناء. يعني إحنا هناخد آراء، الأمر شورى، ده أساس العدل وأساس حكمة القيادة السياسية. طبعا أدعم بشدة هذه المبادرة، وأدعم بشدة الأكاديمية الوطنية للحوار الوطني، وأشيد بدعوتها لجميع أطياف الشعب، لأن إحنا لازم المواطن المصري يقف بجانب، نقف وقفة رجل واحد بجانب بناء الجمهورية الجديدة. عظيم. طيب لما 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 هنا بقى بسأل النائبة أمل سلامة كعضو في لجنة حقوق الإنسان، في ناس تيجي تقول لك طب وهل هناك ربط ما بين حقوق الإنسان، لأنه الناس بتبص على حقوق الإنسان دي ساعات بتبقى نظرة من زاوية واحدة، لكن حقوق الإنسان هي منظور شديد الاتساع. طبعا. إيه الربط اللي ممكن يكون ما بين لجنة حقوق الإنسان، هنا بقى نائب أمل سلام عضو هذه اللجنة، وما بين هذا الحوار السياسي المفتوح؟ لا طبعا في ربط أساسي ما بين الحوار الوطني لجميع أطياف الشعب، ده حق من حقوق أي إنسان وطني أو شعب أو مواطن من الشعب بسيط، إن هو يتكلم عن مشكلاته في المجتمع، سواء مشكلات أو جميع الأطياف السياسية اللي تتكلم في كحل مشاكل الدولة كسياسة أو حل مشاكلها اقتصاديا أو اجتماعيا، فهذا حق لكل مواطن، إن هو من حقه إن هو يشارك في بناء بلده. طبعا. فدي حق من حقوق الإنسان. حلو. فيعني في منتهى العدل ومنتهى الحكمة ومنتهى القوة إن إحنا نقول إن بلدنا دلوقتي أول مرة في عهد مصر إن هو المواطن البسيط هناخد رأيه.
في حل مشاكل في حل مشاكل البلد، هنشوف مشكلات المواطنين كلها، جميع القوى دي سواء المؤسسات المدنيه او السياسيه او الاحزاب او التيارات السياسيه او الشبابيه، جميعهم هتطلع مخرجات ورؤى وافكار تفيد الدوله. طيب احنا شفنا في التجربة البرلمانية الأخيرة، يعني دور الانعقاد الثاني بفصله حتى الآن، احنا شفنا شكل النواب بتوع البرلمان، انه انا عندي تقريبا كل التيارات السياسية، انا عندي نصريين وعندي يسار وعندي ليبرلز وعندي وسط وعندي يمين وعندي يمين اليمين وعندي حزب النور السلفي وما الى ذلك. فكان البرلمان او هذا البرلمان الحالي بغرفتيه سواء اذا كان نواب او شيوخ، هو معبر حقيقي عن الطيف السياسي الواسع اللي موجود في مصر. بتعتقدي ان الحوار الوطني ده قد يضيف الى هذا الطيف السياسي بعد اخر، انه في جانب من المعارضة المصرية كانوا يقولوا يا جماعة طب احنا مش ممثلين، طب الحزب ده مش موجود، طب التيار ده مش موجود، طب الشخصية العامة دي مش موجود. تعتقدي انه ده هيخلق اضافة جديدة وهيساعد البرلمان على اتمام مهامه؟ أنا عن رأيي الخاص طبعا هيساعد البرلمان وهنساعد القوى السياسية في أخذ قرارات، وهنطرح على الأفكار اللي هتطلع من الحوار الوطني ده على القيادة السياسية، وهنترجمها لتشريعات وقوانين في المجلس في البرلمان بعد أخذ الرأي والمشورة. ويعني وهذا ده جانب جامد جدا لبناء الجمهورية الجديدة. بتشوفي انه ده ممكن يبقى له مردود كمان على المجتمع الدولي وجمعيات حقوقيه كبيره؟ ده اثبات قوي ان مصر بلد ديمقراطيه وفيها ديمقراطيه حقيقيه، واثبات قوي ان احنا عندنا حقوق انسان وبنهتم بكل مشاكل الشعب، حق الطفل، حق المرأة، حق الرجل، حق المواطن البسيط، حق العامل. احنا عملنا قوانين عمل لحق العامل البسيط، فأظن ان ما فيش اي جمعية حقوقية دولية هتقدر تبص تقول ان مصر بلد لسه ما فيهاش ديمقراطية او ما فيهاش حقوق انسان. اسفة جدا، ده بالاثباتات والادلة، وهذه ترجمة لهم إن هم إحنا خلقين حوار وطني لجميع أطياف الشعب، بنهتم بجميع أمور تمكين المرأة وإنصافها من القيادة السياسية، ده دليل قوي جدا على في حقوق إنسان. قانون العمل اللي اتخذنا بيه إنصاف العامل البسيط، لا إحنا عندنا ديمقراطية قوية، وده يعني من يعني سعادتي ما تتوصفش فعلا النهاردة بهذه القرارات وهذه المبادرات، وإن إحنا عندنا قيادة سياسية واعية لهذه الظروف الراهنة اللي إحنا فيها، رغم إن عندنا مشاكل يعني مشكلات في تداعيات كورونا والحرب الأوكرانية والظروف الاقتصادية اللي بنمر بيها، ولكن إحنا البلد الوحيدة اللي ابتدنا فيها مشروعات رغم الظروف الصعبة اللي إحنا فيها، مشروعات العاصمة الإدارية، المونوريل، الكباري، التخطيط العالي في الطرق اللي يدل على أن مصر ستتقدم، وهي دي مصر الحديثة اللي إحنا طالعين بها قدام. لما جت الأكاديمية الوطنية وأعلنوا عن إدارة الحوار الوطني وقدموا الدعوة للقوى السياسية، حطوا جملة مهمة جدا، قالوا يا جماعة لن نتدخل في محتوى هذا الحوار ولن نقصي أي أحد على الإطلاق. هاخد الأول الجزء، إلا يا فندم إلا من أيوة. تواطئ بدم المصريين بس لسه كنت هقولك، إلا من تواطئ بدم المصريين لن نقبل هذا، وكل الشعب هيتكاتب على أن لن دائما نحب نبقى في استقرار الوطن ولن نسفك دماء أخرى. ده إفادة لينا. فأنا بشكر طبعا الأكاديمية الوطنية للتدريب لدعواتها لجميع أطياف الشعب، وبشكر مبادرة الرئيس في الحوار الوطني لجميع أطياف الشعب، هذا يدل على أنه بيأخذ الأمر شورى كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ده أساس العدل. طيب أنا أستأذنك، إحنا كمان الأكاديمية بالفعل عملت استمارة
خاصة بالتقديم للمشاركة في هذا الحوار الوطني الواسع علشان يتم التمكين الأكاديمية من أنها تعرف تدير هذا الحوار وبتتلقى الطلبات والمقترحات من كافة الشرائح بتاعة المجتمع المصري لطلب التقديم. أنا عايز نعرض الاستمارة كمان، وبالمناسبة عملوا أبليكيشن يعني مش عارف هم بيشتغلوا بسرعة جدا. حزب الحرية طبعا رئيس حزب الحرية الدكتور ممدوح محمد محمود أيوه. طالب إن إحنا هنشارك في الحوار الوطني، يعني هنشارك في الأكاديمية ونقدم بكل شبابنا اللي في الحزب. وأنا كنائبة عن حزب الحرية المصري وكعضوة برلمانية في المجلس المصري مجلس النواب أدعم بشدة الأكاديمية الوطنية للحوار الوطني لكي جميعا نقف لبناء الجمهورية الجديدة ومصر الحديثة. بتخشوا على الابليكيشن وهتقدموا حددتوا العدد اللي هيشارك من حزب الحرية ولا لسه؟ احنا لسه لا طبعا اكيد كلنا هنشارك. الكل ها؟ كل هيشارك. لا احنا فرحانين جدا بالقرار ده. طب هايل، انا هستأذن ان احنا نعرض الاستماره على الشاشه كمان للمواطنين، اي استماره التقديم للمشاركه في الحوار الوطني. ده شكل استماره التقديم، طبعا انا مش شايف من عندي قوي، لو حطيتوها لنا انا وست النائبه امل على الشاشه الكبيره نقدر ان احنا حتى نقراها. ده هنا بنقول في إطار تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة التيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني، خد بالك من دي، حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. تم فتح باب التسجيل. طيب واضح انه في امور طبعا بتبقى طبيعيه جدا، الاسم الرباعي، الرقم القومي، رقم الهاتف، المحافظه اللي تابع ليها المواطن اللي عاوز يشارك، اسم الحزب السياسي التابع اليه، خد بالك ان وجد يعني وارد ما تبقاش عضو في حزب بالظبط، نائبه، شخصيه عامه، حد يمارس العمل، يعني عاوز تشارك فحضرتك تقدر تخش وتملى الاستماره. هتلاقي الابلكيشن موجود بقول لك بمنتهى السرعه، الاكاديميه اشتغلوا بمنتهى السرعه، هتخش على الابلكيشن وهتعمل الاستماره بتاعتك وهيتم فحص كل هذه الطلبات. وبالمناسبه ليس فحص وصمت، هو فحص ورد على سيادتك. هستأذن هنروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام مع سيادة النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري. استنونا. اهلا بحضراتكم مره تانية، خلينا نجدد الترحيب بضيفتنا العزيزه سياده النائبه امل سلامه عضو مجلس النواب المصري وعضو لجنه حقوق الانسان بهذا المجلس الموقر. ارجع بقى لحضرتك دلوقتي، احنا افترضنا ان احنا عملنا خلاص الاستماره وهنبدا نحضر الجلسات بتاعه هذا الحوار. النائبه امل سلامه كنائبه في البرلمان وكعضو في حزب الحريه بتشوف انه من وجهه نظرها واحنا بنحاول نرتب اولويه الأولويات الأجندة بتاعت العمل الوطني، نبدأ بإيه؟ هنبدأ بعمل الأول الأحزاب وآراء الشباب، هناخد آراء الشباب، عندنا تنسيقية في كل حزب، لجان استماع. لجان استماع. هنفلتر هذه الآراء ونبعتها ونشوف ونعمل حوار مجتمعي عنها. كمان في حوار عايزين نهتم بذوي الهمم، احنا عندنا عضو مهم جدا في حزب الحرية المصري اسمه من ذوي الهمم اسمه احمد طارق، ده شاب ذوي الهمم وكرمه سيادة الرئيس قبل كده في المنتدى الشباب. الولد عنده طاقة وذكي جدا وعايز يعمل حاجة، وجالي وقال لي انا عايز اشترك مع عندكم في الحزب عشان انا عايز اعمل حاجة مبادرة لذوي الاحتياجات الخاصة. ده شاب كله ذكاء، معاق ذهنيا حاجة بسيطة لكن يجي منه أفكار كتيرة حلوة. فده هنستوعبهم وهندي وهناخد آراءه وممكن نحولها للحوار الوطني وناخد كل ممكن اللي هو ممكن طاقته الإيجابية اللي هو ممكن يشتغل بيها عندنا. ده حاجة. تاني حاجة هنناقش قانون المحليات. كل الأحزاب مستنية قانون المحليات، مهم جدا، كله مستني وكله بيشتغل على هذا الأساس. فطبعا ده هينزل برضو مقترح وآراء وطنية كتيرة في الحوار الوطني ان احنا لازم نعمل محليات ولازم
كل الامانات في اي حزب تشترك فيها. بس عارفه يعني خليني احاول اشترك معاكي في الـ في الـ في الـ في المناقشه مش بمجرد الاسئله، يعني تبقى اقرب الى مناقشه ودردشه. مساله المحليات دي مهمه جدا، لانه اولا طبعًا. في بعض الاحزاب بتقول احنا ما كانش لينا فرصه ان احنا نقدر نبقى ممثلين داخل البرلمان. الحافز الاساسي اجي اقول لك طب تعالى خش معايا محليات، ده الحافز الاساسي لشغل الاحزاب في الكوادر طبعًا. في الامانات الحافز الاساسي بيشتغلوا وبيعملوا جهد علشان يوصلوا المحليات. أصل ده كمان هيخفف كتير جدا طبعا. من حجم الثقل الملقى على عاتق نواب البرلمان انه أيوة. النائب المفروض هو نائب المراقبة والتشريع مش نائب الخدمة، الخدمات طبعا. دي محليات، فلو اسرعنا بهذه فعلا الخدمة والتشريع بالظبط صح. يعني الحاجة الثانية هيبقى فيها امتصاص كبير جدا للطاقات بتاعت الشباب اللي عنده رؤى. وهننهض بالبلد وهننهض، ما كلنا هنشارك، يعني الصغير والكبير هيشارك، دي حاجة حلوة جدا لما كلنا نقف وقفة واحدة في بناء بلدنا، دي هتجيب أثر كبير جدا وهتوصل مصر لأعلى القمة إن شاء الله. طب تفتكري إنه إحنا ممكن يبقى من نواتج هذا الحوار الوطني في وقت من الأوقات، مش لازم تبقى النتيجة السريعة المباشرة بعد تنتهي جلسات هذا الحوار، لكن بشكل عام إنه أبقى شايف زي البرلمانات أو بالأدق العمل السياسي اللي موجود مثلا في اوروبا وزي انجلترا ومش عارف، ان انا بشوف المعارضه قد تختلف مع الاغلبيه لكن نقدر نقدم طرح مختلف وطرح موازي ونساعد بعض. يعني انا لما اجي اشوف في مجلس العموم البريطاني فاشوف مثلا دلوقتي الاغلبيه هي اللي بتحكم، فدول المحافظين حزب العمال البريطاني مش قاعد عمال بيدب خناقه، هو طول الوقت بيقول لهم يا جماعه رؤيتكم في الموضوع ده مش مظبوطه فاحنا لينا رؤيه مختلفه ومغايره. وبالمناسبة ساعات كتير حزب المحافظين أو العكس لما بيبقى العمال هم اللي بيحكموا بياخدوا جانب من هذه الرؤية وبيشتغلوا عليها وبيفعلوها بالتعاون مع الاثنين. طبعا الاثنين الرأي والرأي الآخر، وهو ده الرأي والرأي الآخر، احنا بناخد الرأي الآخر حتى لو هم حزب الأغلبية أو هم المسيطرين على المشهد السياسي. طبعا لو هي الديمقراطيه هي كده، هو الحوار الوطني كده، هناخد اراء الشباب وهناخد الاراء الاصغر وهناخدها في الاعتبار وهنمثلها في بمصلحه الوطن. ما في رؤيه كتيره وفي خبرات اعلى وفي شباب ليهم رؤيه متطوره، فعشان نطور بلدنا ونطور ونمشي مع مواكبه العصر والدول الحديثه هناخد اراء الشباب وهناخد اراء المحليات وهناخد اراء الاقل من حزب الاغلبيه اللي هو القوه او الخبره السياسيه القويه. طبعا ده في منتهى الديمقراطيه. انا حاسه ان احنا بدانا المبادره دي حاجه عظيمه جدا وهنوصل للبرلمان الاوروبي والامريكي والكلام ده كله. والله انا هقول لك حاجه يمكن قبل ما انا متفائله يعني. جدا على فكره انا متفائله جدا بقى هقول لك انا بدات تفاؤلي من بدري شويتين. ليه؟ انا راجل يساري جدا يعني وابن ناس يساريين وحاجات كده يعني فحتى دايما نقعد نتريق انه يعني انا جاي من بيت المعتقلين ده من زمان ايام عبد الناصر حتى ايام الملك فاروق. ف ما شاء الله مناضلين يا فندم. فجيت انه من اكتر من سنه حصلت مناقشة ما بيني وما بين قيادات حزب مستقبل الوطن. طيب يوسف احنا عايزينك تبقى معانا. فقلت لهم والله ما انا برضو افهم يعني يا جماعة احنا ناس ماركسيين وبتاع وانتوا حزب مش سياسي مش ماركسي الى اخره. جزء من المناقشة دي كان او جزئين كانوا لطف جدا بالنسبة لي. الجزء الاول انه بالظبط كده المسألة ما هيش متعلقة لا بيسار ولا بيمين ولا بماركسية ولا بالليبرالية، المسألة متعلقة بإنه إحنا إزاي هنقدر نخدم المواطن المصري. بالظبط أنا كنت على لساني. أقولي اتنين باعتبار حضرتك شايف إن أنت راجل ماركسي وجاي قديما من مربع المعارضة المصرية فأكيد عندك رؤى مختلفة. وبالتالي احنا عايزين نسمع وعايزين كوادر. لما دخلت الحزب في مستقبل الوطن ولا انا لقيت انه في ناس كتير جدا عندها رؤى وعندها أفكار. حاجات مختلفة طبعا. وعندها تصورات وما إلى ذلك وبيتم الأخذ ببعضها وبيتم طبعا. تطوير بعضها وما إلى ذلك. فكان عندي هذه الحالة من التفاؤل. لما اجي اشوف بقى الحوار الوطني بيتعمل وانه الكل هيقعد على نفس الترابيزة يعني مش عايزين اكتر من كده. يعني ده فقط توقعاتنا فعلا
يعني أنا كان يعني حلم حياتي إن أنا أحس إن مصر ديمقراطية وفيها عدل وجميع وشبابنا وأولادنا والأحزاب والمجتمع كله والمجتمع المدني. طبعا المجتمع المدني ده مهم جدا، ده ليه دور فعال في أكيد. في خدمة أكيد. الوطن. لما كل دول ولعلمك مثقفين جدا، يعني المؤسسات المدنية فيهم ناس طبعًا. يعني ويل إديوكيتد كامل، فهم ليهم رؤى وليهم أفكار وليهم يعني للمشاكل حلول، فطبعا ده منتهى أملنا إن إحنا نوصل لده. Music to our ears زي ما بيتقال. أنا بشكر حضرتك جدا 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 على وجودك معنا النهاردة. شكرا. كل الشكر للسيادة النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بهذا المجلس. شكرا جدا لحضراتكم. توقعوا فعلا فعلا حوار وطني شديد الإيجابية، بناء إلى أبعد الحدود، هديروا الأكاديمية الوطنية للتدريب. استنوا مخرجات هذا الحوار ستجدوا ما يسركم. سلامات.